ماذا يعني لك المسيح الذي فصل ميلاده التاريخ؟ هل تعتقد أن زيارة المسيح تركت تأثيرا كبيرا في العالم؟ هل انتهى دور المسيح بعد صعوده إلى السماء؟ برنامج أكثر من رأي، حوارات وأراء هامة. أحبائي، برحب فيكم باسم الرب يسوع المسيح من سيدني أستراليا ببرنامج أكثر من رأي، وحلقة جديدة في هذا الأسبوع وهي بعنوان إن حرركم الإبن، إشارة للمسيح. رب يعني هي الكلمة المقصود فيها ابن الله الحي. إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرار. كلمة فيها تحدي كبير جدا جدا لكل البشرية. يعني مثل ما بيقولوا بالإنجليزي، نحن بنقول whether we like it or not، شئنا أم أبينا، هذا تحدي قاله المسيح بحسب بشارة يوحنا الإصحاح الثامن، وكان عم يتكلم مع بني إسرائيل اللي كانوا عم بيقاوموا تعليمه. حاليا بنشوف ناس كتير عم تقاوم تعليم المسيح، وهذه العبارة تتكرر يعني، ويجب أن يسمعها كل إنسان، إنه ما لم تقبل المسيح وتتحرر بشخص المسيح الذي هو الفادي الذي فداك بدمه على عود الصليب، وطبعا بيقدر يغسلك من خطاياك إذا بتوب، بيغسلك بدمه، وبذات الوقت بيحررك بقوة وسلطان الروح القدوس، وبيعطيك نعمة خاصة، بيغيرك كإنسان على الأرض، وبتعيش إنسان جديد، وعندما تموت يكون لك الحياة الأبدية، وطبعا يكون لك علاقة من اللحظة التي تقبله مخلص شخصي لحياتك. طبعا هذا الأمر شوي غريب على بعض الأشخاص اللي هم طبعا من خلفية غير مسيحية، أو ربما يكون مسيحي بالاسم، يمارس طقوس، بيروح وبيجي على الكنيسة، بيصلي بيده على وجهه، بيعمل بعض الوصفات المسيحية، لكن ما عنده اختبار وعلاقة حقيقية مع المسيح. ممكن تكون عم تقرأ كتابك المقدس، ممكن عم تروح على الكنيسة فبتعرف الكتاب بس ما بتعرف رب الكتاب. من أجل ذلك بصلي من كل قلبي في هذه اللحظات أنه الرب يتلامس مع كل أحبائنا المشاهدين ويعطيكم نعمة في عينيه، وأيضا تفتحوا أذهان قلوبهم، الرب يفتح الذهن حتى تقدروا تستفيدوا من هذه الحلقة. في حريات كثيرة في العالم، لكن هي حريات مقيدة، يعني فيها قيود وكاذبة وخادعة ومزيفة، لكن الحرية الحقيقية هي في شخص المسيح يسوع ربنا ومخلصنا. أنا سعيد جدا أن يكون معنا من جديد خادم الرب المبارك الدكتور صفوت سليمان. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا سيد جون، ربي يباركك ويقويك ويحفظك الرب، نشكر الرب من أجلك. أمين، ربي يبارك. نشكر الرب. طبعا الدكتور صفوت مقيم معنا في سيدني وخادم للرب، وطبعا هو دكتور صحة عامي وعنده ميديكال سنتر، بس بذات الوقت بحب يخدم الرب، ويعني بيقدر يوفق بين اثنين، وهذه نعمة كبيرة مش سهلة، دي بركة، مش يعني مش سهلة أبدا دكتور، بس ربي يقويك. امتياز إذا الناس عكس الفراء عن المسيح. آمين آمين آمين، ربي يباركك. ونشكر الرب أيضا أنه معنا خادم الرب المبارك من جديد، خادم الرب الفاضل الأسيس في إسكندر، ونشكر الرب من أجله، وخادم متجول وخادم يعني بقاله سنين في أستراليا وبيخدم في العالم كله. طبعا ربي يباركك أسيس. شكرا أسيس جون، أنا مبسوط أن أكون مع حضرتك والدكتور صفوت، والرب يدينا رسالة تصل إلى قلب قلوب السامعين. آمين آمين. أنا فرحان إنه الموضوع كتير حلو ومهم، ورح نتناقش فيه بعد قليل، بس اسمحوا لي رحب بالأخ المبارك الأسيس ريتشارد وينستون مزاكس. الأسيس ريتشارد وينستون مزاكس رح بيكون معنا على السكايب من أمريكا، وطبعا يعني يمكن شوي هلا عنا اليوم بسيدني أمطار وعواصف قوية، فإن شاء الله ما تلعب معنا شوي الصورة، بس تحملونا قليلا، لكن احنا بنصلي إنه ربي يبارك الأسيس وينستون وريتشارد وينستون مزاكس. هو أسيس ومعروف جدا بأمريكا وفي العالم، وله خدمات كثيرة ومتنوعة، وكان أيضا راعي الكنيسة المعبدانية في شيكاغو. أسيس إذا عم تسمعني برحب فيك وبسلم عليك. معك كثير كويس، شكرا جزيلا. ربي باكك وأهلا وسهلا فيك بالبرنامج من جديد مرة تانية أو تالتة ربما. يا تالت مرة. تالت مرة، ربي باكك ويستخدمك أسيس ويعطيك الصحة. العمر عم يتقدم بس بعده طبعا الرب يعني بيعطي قوة، يجدد كالنثر شبابك. آمين آمين آمين. طيب خليني ابتدي مع حضرتك، طالما الصورة مسلطة عليك أسيس، العنوان حلو كتير ومهم جدا، ويعني في روح تحدي للعالم كله. المسيح قال هيدي العبارة، حضرتك عارفها طبعا، إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرار. بتحب تعلي عليها التعليق الأولي حتى بعدين نرجع نتواصل مع أحبائنا وضيوفنا بالاستديو؟ يس تفضل. شكرا. تفضل. الله خلق الإنسان
خلق الإنسان على شبهه كمثاله، يعني حر. الله ما بيستعبد حدا، الله خلق الإنسان حر. علشان هيك بتلاقي الإنسان حتى بالمجتمعات إذا ما فيش حرية وفي ظلم وفي عدل وغير مساواة، بتلاقيه عم مستعد يموت من أجل أنه يحصل على هيك شيء. طبعا نحن ما منلوم الإنسان حتى يعمل هيك، هيدي حق من حقوق، لكن كل هيدي شيء زائل، شيء أرضي، شيء لا يستطيع الإنسان أن يتأكد منه 100%. ليش؟ لأنه قديش بدنا نعيش على الأرض؟ 60-70 مع الشدة 80، أفخرها تعب وبلية. يعني بصراحة حريتنا على هيدي الأرض مش بالخالص بالخالص مش مؤكد لنا، يعني مش مضموني بالخالص. لكن الرب يسوع المسيح، الله الذي ظهر في الجسد، أحبنا فضلا، ترك عرش السماء وأمجاد السماء لكي يأخذ جسدا، جسد إنسان، ويكون هو الذبيحة العظيمة التي قدمها على خشب الصليب لكي يخلصنا. ليش بده يموت؟ حتى يعطينا الحرية. ليش نحن مستعبدين لخطايانا ولا أجسادنا؟ بقى صحيح نحن بدنا حرية من الظلم، وبدنا حرية للمساواة، وبدنا حرية للعدل، لكن هيدي كلها ما إلى علاقة بالأبدية. الأبدية فقط بيقول الرب يسوع المسيح، أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. نحن بدنا نطلب الحرية، لازم نطلب الحرية الحقيقية. صحيح ضروري نطلب الحرية الاجتماعية، لكن الحرية الحقيقية أنك تتحرر من الخطية التي استعبدت الإنسان استعباد مشين جدا، والإنسان ما بيقدر يتحرر منه بإرادته هو. يعني الكتاب المقدس بيقول الله أعطى الإنسان الحرية الكاملة لكي هو يختار. هون شو بيقول الكتاب المقدس؟ أنا جعلت قدامك الحياة والموت، البركة واللعنة. وما قال له روح اختار اللي بدك إياه أنت، ما قال له هيدي هلأ مشكلتك صارت. نو بالعكس، الله أعطاه مثل وصية، مثل اقتراح، اختر الحياة لكي تحيا أنت ونسلك. بمعنى آخر، الله ما ترك الإنسان بدون أي ما يفرجي أي شو بيسموه، توجيه، أي عطف منه إله، حتى يوجه حياته بالطريقة المضبوطة للأبدية. قديش بدنا نعيش على هذه الأرض؟ 60-70-80 سنة، لكن راح بيجي الوقت اللي بدنا نترك الأرض. وين بدنا نروح؟ هيدا أهم سؤال. 70 سنة بتمر، أنا كان بارح عمري 17 سنة، اليوم عمري 75 سنة. مرقت السنين والأيام بسرعة جدا، ما بتذكر كيف مرقت، لكن راح يكون في أبدية ليس لها نهاية. إذا نحن ينبغي أن نحضر أنفسنا للأبدية، والله بخبرنا عن هذه الأبدية، وما تركنا لوحدنا، أرسل ابنه وحيده لكي يجعل طريق صادقة وأكيدة لأبدية صالحة في النعيم. لكن الإنسان، الله عمل الواجب اللي عليه. كيف يعني؟ نحن ما فينا نخلص بأعمالنا، ما فينا نخلص بأموالنا، ما فينا نخلص بعلمنا. نو كله هيدا زائل. الخلاص بمخلص، والمخلص مخلص أبدي اسمه الرب يسوع المسيح، مستعد يعطي الإنسان حياة أبدية. بعدين خليني أقول لك شغلي، بس تحصل على الحياة الأبدية تشعر يعني قلبك انفتح بطريقة عجيبة جدا، حياتك تغيرت، صار عندك أمل، وصار عندك تأكيد كامل بأنك أنت طالع على السماء. إذا بتقلي أنت طالع على السماء ولا نازل على جهنم، خليني أقول لك شغلي، بس كان عمري 17 سنة يقولوا لي أنت طيب إذا متت وين بدك تروح؟ كنت قلت لهم لا نازل على جهنم، أنا 100%، ما فيش سؤال بهذا. لكن القضية وقت ما تعرفت على الرب يسوع المسيح مخلص شخصي لحياتي،
حررني من الخطيه واعطاني حياه ابديه. تسالني وين انت رايح؟ بقول لك 100% انا طالع على السماء. ليش؟ ليس ليس لاني انا كويس، نو نو نو، ليس من اعمال كي لا يخ... كي لا يفتخر احد او الله دبر طريق خلاص. ونحن اذا نحن بدنا الحياه الابديه والحريه الكامله في الرب يسوع وفي الابديه، لان خليني اقول لك شغله، بس تنزل على جهنم ما فيش حريه بالخالص. جهنم جودها لا يموت ونارها لا تطفى. فاذا بدك الحريه الكامله لازم تكون بالسماء مع الرب يسوع المسيح. هو حضر لك الطريق، قال انا هو الطريق والحق والحياه. كل الطرق بتودي على روما صح، لكن مش كل الطرق بتودي على السماء. تاكد تماما، هودي كلهم عم بغشوك اذا بيقولوا لك هيك. طريق للسماء وحده، وهي بالرب يسوع المسيح. انت قال من امن بي ولو مات فسيحيا. قال هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بغض النظر عن خلفيتك، عن ديانتك، عن لونك، هيدا ما إلها طعمه بالخالص. قال هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه. امين. هيدي الحريه الحقيقيه. امين. اشكرك جدا قسيس. طيب رح نتابع معك، من فضلك ابقى معنا، بس انا احبائي رح بقرا القراءه حتى تعلقوا عليها حضراتكم ايضا. بحسب يوحنا، احبائي يوحنا الاصحاح الثامن، بيقول الكتاب المقدس ب 38، يعني عدد 30 او ايه رقم 30، بيقول وبينما هو اي الرب يسوع يتكلم بهذا امن به كثيرون. وهذا الايمان طبعا يعني زي ما تقول اقتناع، بس مش ضروري يكون عم بغير الحياه والتوبه، يعني صار في توبه حقيقيه. فبيقول فقال يسوع لليهود الذين آمنوا به إنكم إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي. ممكن تقول أنا تلميذ المسيح بس مش عايش ولا ثابت في المسيح، بتعيش على رأسك وبتعيش بحياة يعني فوضى، بتقول أنا صرت تلميذ المسيح. قال له فبالحقيقة تكونون تلاميذي وتعرفون الحق، والمسيح هو الحق، تعرفون الحق والحق يحرركم، أي المسيح يحرركم. أجابوه إننا ذرية إبراهيم، مثل ما الناس بتجاوب، بتسمع وبتجاوب جواب آخر، ولم نستعبد لأحد قط. كيف تقول أنت أنكم أو إنكم تصيرون أحرار؟ أجابهم يسوع الحق الحق أقول لكم إن كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية. عم تخطي؟ مش رح فيك توقف خطايا، بتعمل خطايا باستمرار وبتندم عليها وترجع بتبلش من جديد، بتبتدي من جديد، مش راح تقدر تتحرر إلا في المسيح. إذن كل من يعمل خطية، الخطية هو عبد للخطية، والعبد لا يبقى في البيت إلى الأبد، أما الإبن فيبقى إلى الأبد. وإشارة إلى أن المسيح هو الإبن، ابن الله الأزلي والكلمة الأزلي الذي تجسد من العذراء مريم. فإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. أنا عالم أنكم ذرية إبراهيم، لكنكم تطلبون أن تقتلوني لأن كلامي لا موضع له فيكم. وقديش في ناس حاليا بيحبوا يقتلوا المسيحيين لأنه كلام المسيح مش موجود فيهم. حتى في بعض المسيحيين يكرهون المسيحيين الحقيقيين. ليش؟ لأنه كلمة الله مش فيهم مع أنه اسمهم مسيحيين. قال لهم أنا عالم أنكم ذرية إبراهيم، لكنكم تطلبون أن تقتلوني لأن كلامي لا موضع له فيكم. أنا أتكلم بما رأيت عند أبي، أي بما رأيت في السماء، وأنتم تعملون ما رأيتم عند أبيكم. أجابوا وقالوا له أبونا هو إبراهيم. قال لهم يسوع لو كنتم أولاد إبراهيم، وخليني أقول لك إياها، لو كنت مسيحي حقيقي بتعمل ما فعل المسيح، لأن كما فعل ذاك نحن هكذا ينبغي أن نفعل أيضا. فبعدين بيقول كتاب لو كنتم، أجابهم يسوع وقال لهم لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم، ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني وأنا إنسان، مع أنه هو الله الظاهر في الجسد، قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله. هذا لم يعمله إبراهيم. أنتم تعملون أعمال أبيكم. فقالوا له إننا لم نولد من زنا، لنا أب واحد وهو الله. فقال لهم يسوع لو كان الله أباكم لكنتم تحبونني، لأني خرجت من قبل الله. لأنه نحن نؤمن أنه الآب والابن والروح القدس إله واحد. وأتيت، خرجت من قبل الله وأتيت، لأني لم آتي من نفسي بل ذاك أرسلني، أي الله الآب.
لماذا لا تفهمون كلامي؟ لأنكم لا تقدرون أن تسمعوا قولي، أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. إبليس شو بحب؟ كل الخطايا. ذاك كان قتالا للناس من البدء، ولم يثبت في الحق لأن ليس فيه حق، لأنه ليس فيه حق. متى تكلم؟ بالكذب، فإنما يتكلم مما له، لأنه كذاب وأبو الكذاب. وأما أنا فلأني أقول الحق لستم تؤمنون بي. من منكم يبكتني على خطية؟ المسيح كامل وما حدا كامل إلا الله. فإن كنت أقول الحق فلماذا لستم تؤمنون بي؟ الذي من الله يسمع كلام الله، لذلك أنتم لستم تسمعون لأنكم لستم من الله. وبصلي من كل قلبي أن كل من يسمعنا يكون من الله ويكون له نصيب في الله والحياة الأبدية. طولنا عليكم شوي، سامحونا لأنه الموضوع شوي طويل. تفضل دكتور. لا دي كلمات ما أروحها يا أستاذ جون. أنا بحب كتير هالشرح هيدا. إنجيل يوحنا بصراحة إنجيل ابن الله، إنجيل المحبة. نعم. الواحد بيتغنى بيه. يوحنا 8 اللي حضرتك قريته بيتكلم عن مواضيع مهمة جدا. بس أحب أقول أن أصحاحات إنجيل يوحنا عبارة عن حلقات ذهبية في سلسلة واحدة اسمها محبة الله. نعم. يوحنا مثلا 5 أصحاح الشفاء، الرب شفى مريض بركة بيت حزدة اللي كان مقعد بقاله 38 سنة. نعم. أصحاح 7 الأصحاح اللي قبل ده على طول أصحاح الارتواء، الرب قال إن عطش أحد فليقبل إليه. نعم. أصحاح 8 بقى ده أصحاح الاحتماء، وبدع كل مشاهد أن يحتمي في الرب يسوع المسيح اليوم، لأن اليوم إن سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم. رب حمى واحدة امسكت في ذات الفعل في الزنا، وفي أول الأصحاح والرب حماها من الناس المتدينين اللي كانوا رايحين يرجموها. وبعد كده الموضوع اللي بعد كده على طول قال أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. فالموضوع الأولاني موضوع الزنا، الموضوع الثاني موضوع ظلمة هذا العالم وقيود هذا العالم، الموضوع الثالث اللي حضرتك قريته أسيزون وهو العبودية، عبودية الخطية. ودي موضوع حلقتنا النهاردة. لو أقول لكل مشاهد أن عبودية الخطية أقصى بكثير جدا من عبودية الدول، يعني ممكن واحد يكون مستعبد للخطية وده أقصى بكثير في حياته من أن يكون مستعبد مثلا للناس أو مستعبد لهيئة معينة. ممكن أقول لكل الواحد يعرف إزاي نفسه أنه مستعبد، أقول له لو أنت عايش في الخطية، عايش تحت عبودية معينة، ما عندكش سلام، ما عندكش أمان، تعبان، متضايق، يأسان من الحياة، خايف من المستقبل، عندك خوف داخلي، خايف من المرض، خايف من النواحي الاقتصادية، خايف من مشاكل العائلية، ما عندكش رجاء، أنت مستعبد للخطية. الرب هنا هو في يوحنا 8 كان بيكلم اليهود زي ما حضرتك قريت، وكثيرين ادعوا من اليهود ان هم مؤمنين، وكثيرين من المسيحيين بيدعوا ان هم يعرفوا المسيح، لكن ليس لهم اختبار شخصي مع الرب يسوع المسيح اللي هو بنسميه الخلاص، ممكن نسميه الولادة التانية، ممكن نسميه الغفران، ممكن نسميه تدي حياتك للمسيح. هؤلاء اليهود فعلا الرب اعترف ان هم من نسل إبراهيم من الناحية الجسدية، لكن لم يكونوا من نسل إبراهيم من الناحية الروحية. المفروض الأولاد يشبهوا والديهم. نعم. إبراهيم كان عنده يتميز بحياة التقوى. طب اليهود دول عندهم حياة التقوى؟ لا. ده ما عندهمش، دول كانوا عبيد للجهل وللتقليد والخطية والخرافات. إسرائيل استعبدت، هم بيقولوا احنا أحرار، ده إسرائيل استعبدت على مر العصور، استعبدت لمصر وأشور وبابل وفارس واليونان، وأثناء الكلام اللي كانوا بيتكلموه مع الرب في ذلك الوقت كانوا مستعبدين للرومان. فازاي هم أحرار؟ دول هم أصلا مستعبدين لو هم بيتكلموا على العبودية. يعني الرب بيكلمهم على عبودية الخطية وهم بيكلموه على عبودية الاستعمار. هم في ناحية والرب في ناحية. الرب جاي عاوز يخلص من الخطية وينقض أعمال إبليس،
وهم بيتكلموا على عبودية الاستعمار. وعشان هيك أعطاهم يعني أحرجهم بموقف صعب جدا، بس هم الظاهر يمكن فهموا يمكن ما فهموا، قالوا له أيجوز أن نعطي جزية لقيصر، لأنه كانت روما عم تحكمهم الرومان. فقال لهم أروني معاملة الجزية، فأعطوه دينار، كان معهم يعني أعطوه دينار. قالوا لمن هذه الصورة والكتابة؟ قالوا له لقيصر. وكأنه عم بيقولوا أنه أنتم مستعبدين لقيصر، أنتم حاملين جزية قيصر أو عملة قيصر. قالوا إذن أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. تعجبوا من شو اسمه، بس كان عم بيقولوا أنه أنتم تحت الجزية، وبما أنكم تحت الجزية أنتم عبيد فعليا وروحيا. عشان كده الرب أكشلي ذكرهم لو واحد عبد يبقى عبد للخطية، لكن لو واحد ابن يبقى ابن لله. عشان كده الرب ذكرهم بمركز الابن ومركز العبد في عدد 35، بيقول لهم مثلا بيقول لهم والعبد لا يبقى في البيت إلى الأبد، أما الابن فيبقى إلى الأبد. الرب قال لهم فعلا أنتوا فعلا أولاد إبراهيم، بس ده من الناحية الجسدية، بس كون أن هم أولاد إبراهيم من الناحية الجسدية ده لا يضمن لهم السماء. وأقول لكل واحد بيشاهدنا، اختبر نفسك أنت فعلا ابن المسيح من الناحية الروحية فعلا، ولا تعرف عن المسيح؟ تعرف عن المسيح بس نصيبك جهنم للأسف وأسفاه، نصيبك جهنم. لأن تعرف المسيح وقبلت الرب يسوع المسيح مخلص شخصي بإيمان إيمان قلبي، أحب أقول لك وأمدحك أن نصيبك السماء. أمين. أشكرك جدا، طولنا عليك أيضا أسيس، بس الموضوع حلو وعم بياخد هيك وقت. نشكرك. بس نشكر رب، الأمور يعني حلوة حلوة. إن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرار. بما أنه نحن يعني سمعنا التعليق الأول من حضرة الأسيس مزاكس والأسيس الدكتور صفوت، ممكن نخرج نحن عن العنوان، ورح يعني رح حط قدام حضرتك ثلاث آيات موجودين بسفر التثنية. الآية الأولى بيقول له انظر قد جعلت أمامكم الأرض، ادخلوا وتملكوا الأرض التي أقسم الرب لأبائكم لإبراهيم وأسحاق ويعقوب أن يعطيها لهم ولنسلهم من بعدهم، بس حط شرط أنه إذا أطعتم تأكلوا ثمر الأرض، إن عصيتم وتمردتم وأبيتم تؤكلون بالسيف لأن فم الرب يتمرد. فكلمة انظر كانت واضحة أنه عمل انتبه، أنا أعطيك بركة بس إذا ما احتفظتش فيها ومشيت في وصاياي رح تخسرها. بيقول لهم بتثني 30-15 انظر، بس موضوع آخر، قد جعلت اليوم قدامك الحياة والخير والموت والشر. وبيرجع بيقول له تثني 30-19 أشهد عليكم اليوم السماء والأرض، كأنه الرب عم بيقول يعني أنا قلت لكم شو لازم تعملوا، قد جعلت قدامك الحياة والموت البركة واللعنة فاختر الحياة لكي تحيا أنت ونسلك. منشوف من خلال كتاب العهد القديم والجديد أنه الله يخير الإنسان. نعم. بيقول له هاي الطريق الصح، بس أنت قدامك طريقين، It's up to you، أنت راجع الأمر لإلك. فما فيش حد يقدر يقول أنه ربنا خلقنا وخرب حياتنا، ربنا ابتلانا وربنا لا، الله محب وبيقول لك هذا الطريق وهذا الطريق وأنت اختار، بس اختار الحياة لكي تحيا. تفضل. شكرا أسيس جون. علشان ألقي ضوء لبنعمة الرب على الكلام اللي عايز أقوله أو الرسالة اللي عايز أوصلها للمشاهدين، أقدر أقول بعد السقوط الإنسان بالطبيعة مستعبد للخطية، ولكنه حر الإرادة، مستعبد للخطية لكنه حر الإرادة ليختار بين العبودية والحرية. هو حر. الإنسان بالطبيعة مستعبد للخطية وميال للشر، ولا يستطيع أن يختار الحرية إلا بمساعدة نعمة الله وعمل نعمة الله فيه. لذلك عشان كده الآية بتاعتنا إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرار، ما قالش إن تحررتم عن طريق الإبن أو بواسطة الإبن، إن حرركم الإبن هو الذي يعمل العمل بالكامل لكي يطلقنا أحرار، ده عمل نعمة الله بالكامل. فالإنسان زي ما حضرتك قلت في تعليق حضرتك في البداية، الإنسان حر الإرادة، قد جعلت أمامك الخير والشر البركة واللعنة، اختار خد قرارك.
فالله أعطى للإنسان حرية الإرادة لكي يختار بين العبودية اللي لا تولد لقى نفسه فيها لأنه ابن آدم بعد السقوط، أو يأخذ الحرية من المحرر الأوحد الرب يسوع المسيح. في إنجيل مرقس أصحاح 8 عدد 34، ودعا الجمع عن الرب يسوع المسيح، بيقول ودعا الجمع مع تلاميذه، يعني الكل بدون استثناء الجميع البعاد عنه، دعا الجمع مع تلاميذه وقال لهم: من أراد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. من أراد، كلمة أراد هنا أصلا في اليوناني، بعض الترجمات الإنجليزي بتجيبها whoever wishes، يعني عنده من يرغب، يرغب عنده رغبة. لكن في الحقيقة الكلمة أصلا اليوناني من أراد willingly، من أراد بتصميم وإرادة، زي كينج جيمس بتقولها will to come، whoever wills to come to me or to come after me، يعني عنده إرادة، عنده مشيئة. فالإنسان عنده حرية الإرادة لكي يرفض أو يختار الحرية من الرب يسوع المسيح. يعجبني تعبير موجود، يعني أنا مش بستشهد، مش بقول إن في كتاب تاني جنب الكتاب المقدس، لكن عجبني في التعبير ده في كتاب في اسمه Westminster Confession of Faith، اللي هو قانون الإيمان بتاع Westminster. مجرد كلمة منه عبارة عن حرية الإرادة، بتقول إيه؟ الله، ترجمتها بترجمها، الله وهبنا الإرادة مع الحرية، الإرادة مع الحرية الطبيعية التي لا تجبر ولا مقدر لها. في بعض الناس يأمروا بالقدر ولا مقدر لها بالضرورة أن تفعل الخير أو الشر، أنت حر اعمل الخير أو الشر. الرب الله لأنه بيحترم الإنسان، عشان كده اداله حرية الإرادة. فالله بيدعو، الرب يسوع المسيح بيدعو الإنسان علشان يختار بين الحرية. إذا أردت، إذا اخترت الحرية، إذا كنت عايز تتحرر، تعال للمحرر الوحيد: إن حرركم اللبن فبالحقيقة تكونون أحرار. أمين أمين، مبارك اسم الرب. طيب رح ناخد مكالمة، اسمحوا لي ناخد مكالمة من أمريكا من الدكتور وحيد. دكتور وحيد أهلا وسهلا بحضرتك، معنا حضرتك على الهواء، اتفضل. مساء الخير. مساء النور ربي باكر. أهلا بيك ربي باكر. حضرتك البرنامج اسمه أكثر من رأي. نعم تفضل. فهل الأكثر من رأي ده لازم كلهم يكونوا مؤيدين؟ لا ولا لا. ممكن تاخد رأي حر يقولوا أي شيء، بس بالنتيجة أنا لي الحق أني صلح من الكتاب المقدس بحسب مفهومي وتعليمي. تفضل. ماشي يا فندم. فرأتي سيادتك، أنا راجل عايز أتناقش مناقشة موضوعية مع حد. نعم. ونكون إحنا الاثنين بنفهم، إحنا الاثنين وناخد وندي مع بعض. بس طبعا لاجل وقت الحلقه، لاجل وقت الحلقه اعطينا سؤالك من فضلك، ونحن بنقدر نناقش الفكره. اذا الموضوع محتاج لمراجعه تتصل فينا مره تانية بتقول انه يا ريت الموضوع كده او كده، بس من فضلك لحتى ما يكونش في كتير نقاش. طب حضرتك من شويه الاخ الرئيسي بيقول ان الله احترم اراده الانسان واداله حريه الاختيار. نعم. طيب حضرتك لما يكون واحد عنده حريه الاختيار وربنا اداله طريق خير وطريق شر، وانت حر تختار الطريق اللي انت عايزه. نعم. ازاي الله يحاسبني؟ الخطيه عقوبتها موت. نعم. يعني انت ما عارف ان في ناس هتخطا وناس هتختار الطريق الثاني. حلو. يبقى مش ممكن ان واحد لما يخطئ اي خطيه واحده يبقى عقوبته انه يموت. طيب هل اله ممكن نقول هذا الكلام وبعدين ما يقدرش ينفذه بعد كده، يلاقي صعب تنفيذ، استحاله انه موت الناس، او ان هو فيحاول ان هو مش عايز يرجع في كلامه، الله قال كلمه مش قادر ينفذها، فبيقوم يبعت واحد تاني يشيل الخطيئة بتاعت الناس دي كلها. يعني حاجه، يعني الله قوي جدا
والله ما نقدرش ان احنا نتخيل قدرته قد ايه اللي خلق الشمس والقمر والنجوم والنظام الكوني اللي احنا تايهين فيه مش عارفين منه حاجه. طيب وصلت الفكره يا دكتور، ربنا يقدر كلمه وبعدين يلاقي نفسه مش قادر ينفذها. الفكره اللي شايل الخطيه، طب فين عدل بقى؟ نعم. فين عدل الله ان واحد ملوش ذنب يشيل خطايا الناس دي كلها؟ طب ما اسهل حاجه ربنا يغفر للناس خطاياهم. طيب امين، وكان ربنا بيغفر قبل المسيح، كان ربنا بيغفر للناس اخطائهم. طيب خلاص يا دكتور، لما تموت فلو وقف على خطيه قول له حياتي تنتحي. فموضوع الخلاص ما دخلش دماغي انا، طبعا درست الكتاب المقدس. حضرتك حضرتك من خلفيه غير مسيحيه طبعا، مش هيك؟ ايوه، ما سالت تدرست من كل شيء وبدرس. انا دلوقتي راجل عايز ادرس. لا لا امين امين امين. الحقيقه فين؟ طيب اوكي، اعطيني مجال، اعطيني مجال. انا ولا حاجه اخ وحيد، دكتور وحيد، اعطيني مجال بس اشرح لك كلمتين صغار، واذا ما عجبك الرد فيك ترجع تتواصل معنا بعد شوي، اما تبقى معنا على الهواء واسمعني شويه بس. انا راح اعطي مجال للاحبه كمان يعطوا ارائهم، بس انا حاعطي رايي طبعا لانه ما فيناش نحكي كل شيء بكم دقيقه. اللي عم تقوله ده منطق بشري، وبالنظره البشريه ممكن اي واحد يقولها، وانا كنت اقولها وكل واحد منا كان يقول يعني ايش معنى، يعني ما هو ربنا يعني بيقول لك ما تخطئش، واذا اخطات مت، وبعدين انا حاطط قدامك خيارين لا هو بالحقيقه الله خير ادم، وادم يا دكتور وحيد كان كامل. يعني نحن لما نتكلم حاليا نحن عندنا ضعف، نحن عندنا محدوديه، بس ادم في ذلك الوقت لما الرب اعطاه الحريه واعطاه الخيار كان كامل بشكل لا يتصور عقل انسان. يعني عقل الانسان حاليا بيشتغل بيقولوا البرسنتج النسبه المئويه ماكسيموم، اذا عبقري 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 بيستخدم منه 10%. ادم كان يستخدم عقله بشكل رهيب، يمكن بتصور دكتور انت انه كان في حاله البراره، كان بحاله البراره وكان كامل بعد ما سقطش، ما سقطش بالتعدي ولا عصى كلام الله. فلما سقط كانه وقع كونترا معاهده، يعني عقد، وسقط الجنس البشري لانه ادم كان هو راس جنس البشر. هلأ لما واحد أنا مثلا اشتريت بيت وأنا قعدت عائلتي معي، أنا رب العائلة بقراري استفادوا، إما بيقعدوا ببيتي بيرتاحوا أو بقعدهم بالشارع إذا جاز التعبير مثلا. فدي ترتيبات إلهية لازم نقبل فيها، لأنه الرأس له تأثير على سائر الأعضاء أو الأطراف. القرار أنه الله ما ترك البشر انه يعني بمعنى يهلكوا، لانه الله بحب الانسان، والله عارف ان ادفانس يعني مسبقا انه الانسان سائط. من اجل ذلك كان في ترتيب قبل ما يجي الانسان انه الله يجي بشكل بشر من العذراء مريم وياخذ جسد بشري ويقدم نفسه فديه عن بني البشر. والكتاب بيقول انه الله اختارنا في المسيح قبل تاسيس العالم. ليش؟ مش خطته يودينا على جهنم، اختارنا لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة بحسب رسالة أفسس الإصحاح الأول. فخطة الله مش يودي الناس على جهنم، بس بذات الوقت خطة الله أنه يعطي للإنسان فرصة الحرية الكاملة. ليش؟ لأنه إذا أنا غصب عني بدي أعبد الله، الله مش رح يرتاح فيها ولا رح يحبها ولا رح يعني زي ما تقول أنا بجيب ابني وبقول له تعال هون ولا اللي أنا بحبك يا بابا، هذه أحبي حب القوة. فهذا الحب مش حلو يا دكتور، لازم يكون نابع من اختيار وقناعة وإرادة ومشاعر. حينئذ أنا أتلذذ بمحبة ابني لي لأنه طوعا أحبني. وهكذا خلينا نقول أنه الله بحب الإنسان يأخذ قرار بقناعة أنه يتبع الإنسان، وبالتالي الله يكون عطى للإنسان الحرية المطلقة وعلى أساسه يختار. الله رتب ذبائح في عهد موسى وذبائح في عهد إبراهيم ونوح وكذا، ذبائح تنوب عن الخاطي ويتقابل الإنسان مع الله من خلال ذبيحة كرمز لذبيحة المسيح يسوع في الزمان الأخير، أو بمعنى في الزمان الحاضر. من أجل ذلك الله رتب هالأشياء حتى يورينا أنه الله عطى للإنسان حرية، وبذات الوقت الإنسان حر يحب ويكره ويخطي والبدو إياه، بس بناء عليه مش الله بده يوديه على جهنم، هو قرر أن يذهب إلى الجحيم لأنه رفض النعمة والبركة والخلاص الذي قدمه الله كفارة مجانا على الصليب بشخص المسيح لأجل بني البشر. ربي باكك، إذا ما عجبك السؤال أو التعليق رد علينا بعد شوي من فضلك، وأنا مستعد. أوكي دكتور ريتشارد، دكتور مزاكس حضرتك معنا؟ أنا حابب كمان يجيب على هذا السؤال. تفضل. صحيح الله قال إذا أنت بدك تخطي بدك تنزل على جهنم، والله عارف إنه كل الناس بدهم يخطوا، لكن في العهد القديم والعهد الجديد الله أهل طرق فيها الإنسان بيقدر يخلص. في العهد القديم أعطاهم الناموس، إذا تبعوا الناموس بيخلصوا،
نحن في هيد طبعا بأيامنا الرب يسوع المسيح إجا من السماء، مات على خشبة الصليب وقال من يؤمن بي ولو مات فسيحيا. بمعنى آخر الله حط هناك طرق فيها الإنسان مش ممكن يزرع على جهنم إذا هن بيتبعوا هذه الطرق. الخطية بدها تنزلك على جهنم، والله عارف كلنا. إذا واحد بيقول لك أنا مش خاطي كذاب، الكل أخطأ وعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد، ما فيش واحد بنا بيعمل صلاح. لكن بس نقبل الرب يسوع المسيح صرنا في النعمة، بس نصير في نعمة في نعمة إلهنا. يعني الله حضر إلنا وسيلة اللي فيها نحن، طبعا حتى لو من بعد ما نقبل الرب يسوع المسيح مش معناته أنه نحن صرنا كاملين وما بقى نخطي، أعوذ بالله، نو 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 نو. لكن نحن في المسيح قال خطيانك ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية، خطية حاضرة، خطية مستقبلي، خطية ماضية. فإذا نحن من آمن بالرب يسوع المسيح خطايانا تغفر، مش بس خطايانا اللي هلأ اللي نحن عملناها، في الماضي والحاضر والمستقبل. والله حضر إلنا طرق فيها إنه نطلع على السماء رغم ضعفنا. لكن القضية هل نحن نؤمن بعمل الله من أجل خلاصنا؟ هل هيدا الله اللي بده يدينك عليه؟ إذا ما بدك تآمن بالطرق اللي هو قدمها إلك، وخاصة هلأ في عنا بس طريق واحدة اللي هو الرب يسوع المسيح، إذا ما بتآمن بعمل المسيح الفدائي على خشبة الصليب من أجل خطاياك مش راح تعملها عصمة. إذا أنا بسألك أنت إذا اليوم بتموت وين بدك تروح؟ أنا بأكد لك بدك تقلي رايح على جهنم. ليش؟ لأن الله حط فينا ختم الموت، ختم الموت على جهنم. لكن بس نؤمن بالرب يسوع المسيح يزيل هذا الختم ويضع ختم الحياة. ها؟ نعم، أمين. لا أنا عم بسمعك دكتور. عم تحكي معي؟ لا لا لا, لا, لا تفضل تفضل، عم بسمعك، تفضل عم نسمعك. تفضل. فالله دبر طرق، دبر الطريق للإنسان حتى يطلع على السماء ويأكد له طلعته على السماء. يعني هيدي صارت شيء أكيد. أمين. مش أنا مش متأكد ومش عارف، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. مش حياة مؤقتة ولا حياة تجريبية، حياة أبدية. والله ما بياخدش الحياة الأبدية، بقى الله مستعد يعطيك حياة أبدية إذا أنت بتأمن فيه، بتأمن بعمله. أمين. بتأمن بالطريق اللي هو قدمها إلك حتى أنت تخلص من خطيئتك. أمين أسيس، أمين. خليك معنا من فضلك حتى تتابع معك بعد قليل. معي يمكن أبو مهند على الخط، طولت عليه شوي بالإذن منكم، بأخذ أخ أبو مهند الرب يباركك معنا على الهواء. حضرتك تفضل. صباح الخير. صباح النور الرب يباركك. تحية محبة للأخ جنة مور. الرب يباركك. وضيوفي الكرام. أهلا بيك، أهلا بيك. شو أخبارك؟ كويس إن شاء الله. فإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. نعم. علاقتنا بالمسيح تقدم لنا أيضا تحريرا من لقد خلصنا من دينونة الخطيئة. نعم. وهذه بركة ماضية ولت، كما أنه أعتقنا من تسلطها علينا وهذه بركة حاضرة، وعندنا أيضا الرجاء والقدرة اللازمة للهرب من الخطيئة المحيطة بنا. فهذه رؤية مستقبلية. إذا لنبتهج اليوم ببركات الخطية التي لنا في شخص المسيح يسوع ربنا. كنت في سجن الخطايا عبد إبليس الرجيم غير مأمول الخلاص ثم نجاني الرحيم. أمين. إن الحرية الحقيقية هي ليست اختيار طريقة أنت، اختيار طريقة. عم بيقطع الخطيب أبو مهند. إن مارا غير مضبوطة تحرك الأخضر واليابس. نعم. ولكن عندما تضبط تكون بركة في نورها في دفئها. إن الحرية لا تخولنا أن نتصرف بحسب استحساننا بل بحسب ما يرضى. أمين. وشكرا. أشكرك جدا أبو مهند.
ربي يباركك، ربي يباركك دكتور. طبعا معك كذا نقطه، امين. اما بسالك سؤال جديد او بتحاول تعلق على اللي سمعته. احاول اعلق على الدكتور وحيد، بصراحه سؤال رائع، هو سؤال كثير حلو، وانا اتسالت بصراحه يمكن حوالي مثلا 100 مره السؤال دوت. نعم. من ناس مختلفين. نعم. احب اقول للدكتور وحيد سؤالك رائع اخي، الاخ الحبيب. الله خلق الانسان على صورته كشبهه، يعني ايه؟ يعني خلقه حر في الاراده والإدراك والسمو والرقي، ولم يضعه في زنزانة أو وضعه في بوكس مثلا. أنا لو عندي حاجة غالية أحطها في بوكس وأقفل عليها، لكن الله لم يضع الإنسان في بوكس ويقفل عليه، لكن وضعه في جنة. لم يقيده بسلاسل، بل جعله حرا وسلطه على كل شيء، وقال له في تكوين سفر التكوين 1:26 قال له تتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض. ومش كده وبس، كمان حطه في الجنة وقال له من جميع شجر الجنة تأكل أكلا. حلو بصراحة الترجمة العربية، وحلو كمان الترجمة الإنجليزية. مش تأكل أكلا يعني تأكل بشهية، احنا ناكل اكلا لما نقعد ناكل، ناكل كتير بشراهه، يعني بشراهه. يعني مثلا باللبناني تقول تكبر بطنك. لا، تاكل اكلا تاكل فريلي. طب ليش اخترت اللبناني ما حط المصريين؟ طيب عشان يعني ضروري تيجي صوبنا نحن. انا بضحك معك، تفضل. يعني تاكل فريلي، اعطاه كامل الحريه. أوكي. كل الحريه، كل بحريتك، كل بحريتك. نعم. وكامل الحريه. يعني سلطه، اداله سلطه. نعم. وكمان اداله سلطة ان هو يسمي الخليقة الحيوانات واحد واحد. انا ليا سلطة ان اسمي اولادي او بناتي، ابني اسمه كذا او بنتي اسمها فلانة. لكن ادم سمى الخليقة كلها، فادم اصبح اب للخليقة كلها. يعني حضرتك هلأ بتختار انت وزوجتك الاسم، بس آدم ما كانش معه حواء لما سمى الأسماء، فكان حر هو يعني بدون حواء بكامل الحرية. نعم. بكامل الحرية، لكن وأسفاه. نعم. بمزيد من الأسى، آدم سمع لصوت الشيطان بدل لما يسمع لصوت الله اللي قال لذاتي مع بني آدم. وآدم كان كامل. كامل. أنا أركز على كلمة كامل، أي بمعنى بوعي وإدراك 100%. أساء الإنسان استخدام الحرية وأطاع الشيطان وتعدى على قانون الله الذي وضعه لحماية حريته. لأن كل من يفعل الخطيئة هو عبد للخطيئة، وأصبح عبد للشيطان. وضرب الشيطان على طول في 3 محاور. أهان الله وسلطته على آدم والخليقة، أهان الخليقة ووضعت الخليقة كلها إلى عبودية الفساد، والخليقة كلها تئن وتتمخض كل يوم. صدقني يا سيد جون، الناس داخلة عيانين، وأمهات بتبكي على أولادها، والمخدرات يعني، والمرض فعلا بيكسر. وكمان أهالي الإنسان وخلاه عبد للشيطان، وخلى عنده أفكار تطلع زي كده هو. طب الله ما عندوش كان مشروع تاني؟ ما عندوش فكرة، ما عندوش وسيلة تاني إن هو يخلص الإنسان؟ وكأنه نحن يعني أفهم من الله، وكأن احنا افهم، ونحن ممكن نعلم الله. لكن الله في محبته وفي صلاحه صدقني لسه بيقبل كل انسان. الله ما زال يريد ان مخلصنا، الله الذي يريد ان جميع الناس يخلصون والى معرفة الحق يقبلون. الله عاوز كل انسان يرجع، مش عاوز الانسان يروح جهنم مع الشيطان. عشان كده صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا. دلوقتي بقى، دلوقتي نقدر نشوف مشروع الفداء العظيم. آدم وحواء ما كانوش يعرفوه، الله عنده مشروع منذ الأزل وينفذه في الوقت الحاضر إلى الأبد، اسمه مشروع الفداء العظيم، وهو آتي بأبناء كثيرين إلى المجد. الله عاوز من كتر حبه للرب يسوع المسيح، عاوز أولاد يكون مشابهين صورة ابنه وياخدهم للسماء. والابن هنا مش انه اله على جنب واله تاني، حاشا، دي بمزايا شخصية الله. الله مثلث اقانيم، لانه دايما احبائنا المسلمين بيفهموها غلط. يعني انا شخصيا لو انه بعرف انه نحن عنا 3 آلهة، انا يعني انا بترك المسيحية. بس نحن يا احبائي عنا اله واحد. اسمع يا اسرائيل، واسمع يا كنيسة، الانجيل بيقلنا
الرب إلهنا رب واحد، لكن هذا الرب إله جامع مانع، في صفات الجمع لكنه واحد، في بذاتيته سمى نفسه الآب والابن والروح القدس حتى نفهم وظائف أو أدوار كل أقنوم في ذاتية الله، لكن الله واحد. تفضل. أمين. الله عاوز كل واحد يخلص، مش عاوز الإنسان يروح جهنم مع الشيطان اللي مصيره جهنم إلى أبد الأبدين. نعم. أمين. أمين. أشكرك جدا. أسيس كمان نفس الأمر، إما ندخل على سؤال أو إذا في شيء على قلبك. أوكي. قبل ما ندخل على سؤال أحب أقول حتتين صغيرين. الحتة الأولانية في سؤال الأخ الدكتور اللي سأل، يا ريت يكون سمعنا دلوقتي. نعم أكيد. الحتة الثانية في موضوع ابن الله. نعم بسرعة. الفكرة الأولانية، البعض بيفكر ان احنا بنقول ان ورثنا خطية آدم، انا ماله مال خطية آدم. وفي الحقيقة ما سمعنا من الأخ صفوت، الدكتور صفوت من شوية، ان الله خلق الإنسان على صورته، بمعنى القداسة والمعرفة والبر وقداسة الحق إلى آخره والتسلط والسيادة. لكن لما سقط آدم وخلف ابن بعد كده ما قالش إنه على صورة الله، لكن جاب ابن على صورته. لو أنا طردت من بيتي لسبب من الأسباب، طردت من بيتي ومن بيتي، وبعد ما خلفت، بعد ما طردت وخلفت ابن، هيكون ابني مولود مطرود معي. فاحنا ورثنا طبيعة آدم الفاسدة. ومش أي حد بيعمل يعني لو أطعتك إيه؟ بس حتى بتفوتنا الفساد دكتور أسيس، لو أبوك معه $1,000,000 وأبوك توفى، أنت حضرتك حتورثها بالضبط. طب ولو أبوك عليه دين، حتدفع الدين بتاعه. هدفع الدين. فده شيء تحصيل حاصل. مزبوط. ليش بنقبل $1,000,000 وما بنقبلش ندفع الدين؟ آدم عمل دين. تفضل. فإحنا ورثنا طبيعته. الأخ بيقول كمان إن إزاي الله يدينا الحرية وفي نفس الوقت أجرة الخطية هي موت، ولو واحد أخطأ خطية واحدة يبقى يموت. لا، الكتاب المقدس بيقول لنا إن اللي يجي يؤمن بالرب يسوع المسيح، أجرة الخطية موت، أجرة خطيتك يلي تؤمن بالمسيح تحطت على المسيح، فمش هتموت لأن الرب يسوع المسيح مات لأجل. لكن إذا رفضت العرض الإلهي ونعمة الله، هموت. ما أنت هتموت بالتأكيد. لأنك أنت بآدم موت ميت، روحي. موت أبدي. ما نحن أصلا بآدم ميتين، يعني نعم. نحن أولاد الموت، أوات بالذنوب. الناس مش عارفين يا أسيس أنه نحن أصلا لما بنولد من آدم نحن ملناش حياة، لأن احنا أصلا أموات بالذنوب والخطايا. يعني حتى الكتاب المقدس بيقول، يعني بكلام داود بيقول: ها أنا ذا بالإثم صورت وبالخطية حبلت بأمي. يعني معجون بالخطية. يعني أنا معجون بالخطية. يعني ما لم أقبل المسيح أنا خاطي. مظبوط. يعني. أما موضوع ابن الله، بسرعة أحب أقول حاجة معينة. الكتاب المقدس ما بيقولش ان المسيح ولد الله، child of God، ولد الله، بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. كلام ده صحيح 100%، لكن الكتاب ما بيقولش انه ولد الله، هو ابن الله. يعني ايه ابن الله؟ في عادات اليهود يا أسيس جون، الأب ما بيسميش ابنه المولود منه وهو طفل، ما يقولش عليه ابنه. احنا عارفين ان المسيح اتولد من اليهود، امه القديسة العذراء مريم يهودية، كانت مخطوبة لواحد يهودي، كلهم من نسل داود الملك، لانه هو ملك الملوك ورب الارباب. فالمسيح اتولد في اليهود. عادات اليهود لازم الكونتكست اللي حوالين الكلام اللي بيقوله المسيح نفهمه. اليهودي ما بيقولش عن ابنه المولود منه وهو صغير، ما يقولش عنه، ما يسميهوش ابنه، يسميه ولده. لما يكبر ويبقى بالغ ويبقى زي ابوه ومساوي لابوه يقول عنه ابنه، لكن هو صغير ما يقولش عنه ابنه. لما يبقى زيه يبقى يسميه ابنه. الرب يسوع المسيح في الاصحاح اللي حضرتك قريت منه، إنجيل يوحنا أصحاح 8، بيقول لليهود، أنت بيقول لليهود الأشرار، بيقول لهم أنتوا أبناء
إبليس. يعني أبناء إبليس، هل إبليس اتجوز وخلفهم؟ لا، يعني أنتوا زي إبليس. بيقول عن يهوذا في صلاته في أصحاح 17 صلاة الرب يسوع المسيح الكهنوتية، بيقول عن يهوذا ابن الهلاك، يعني هالك. فالمسيح بيقول مرة تاني ابن السلام، إن كان ابن السلام لما تروحوا بيت قولوا سلام، إن كان ابن السلام موجود يرد عليكم. ابن السلام يعني شخص سلام، إنسان سلام. الرب يسوع المسيح بيسميه الكتاب المقدس، أو هو بيقول عن نفسه ابن الله، يعني مساوي لله، معادل لله. عشان كده في إنجيل يوحنا أصحاح 5 لما قال لليهود إنه هو ابن الله، كانوا يطلبون أكثر أن يقتلوا، لأنه لم ينقض السبت فقط بل عادل، لكنه قال إن الله أبوه معادل النفس، معادل النفس بالله. فقلت مرة تاني المسيح مش ولد الله، المسيح ابن الله، بمعنى إنه معادل لله. الله الابن والله الآب والله الروح القدس متساوون تماما في الجوهر، هما ثلاث أقانيم لإله واحد متساوي في الجوهر وفي كل شيء. آمين آمين. أشكرك جدا ربي باكك. أحبائي طبعا بذكر الأحبة اللي عم يبعثوا لي رسائل بالفيسبوك، طبعا رح نقرأ للرسائل، رسائل اللي كتير حلوة مباركة. إذا على قلبك تبعث لنا تعليق في هذا الموضوع، العنوان عنوان الحلقة إن حرركم الإبن أي المسيح فبالحقيقة تكونوا الأحرار. ما تحررتش لسه في المسيح وبعدك عايش في حياة الشر والعبودية والخطية، أنت بعدك عبد لإبليس شئت أم أبيت، مولود في بيت مسيحي بتروح على الكنيسة بس بعدك عايش بالشر والخطية، أنت عبد لإبليس. محتاج أنه المسيح يخلقك خليقة جديدة ويعطيك سلطان جديد، مثل ما قال الكتاب المقدس والخطية لن تسودكم لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة، نعمة المسيح، بتصير إنسان جديد وعندك انتصارات. أسيس عم تسمعني من فضلك؟ أسيس ريتشارد. Yes, of course. ربي باكك. طبعا عندكم تمثال الحرية هونيك بأمريكا، ولما أخذت الأمريكان أخذوا هيك يعني استقلالاتهم وما بعرف شو الموضوع كيف صار معكم، فرنسا قدمت لكم التمثال الحرية هدية، وتمثال الحرية حطته امرأة بس مش رجل، على أساس أنه المرأة تحررت وتقطعت السلاسل اللي عند رجليها. ففي عندكم تمثال الحرية وعند الناس في حرية الشعوب وفي حرية الأعلام وحرية التفكير وحرية الرأي، لكن مشكلتنا أنه البشرية مش عم تقبل الحرية التي في المسيح يسوع وهي الأهم. فالناس فرحانة بالحريات المؤقتة الموجودة على الأرض، لكن لا تسلط الأبصار على الحرية الأساسية التي هي يجب أن تكون في المسيح يسوع. تفضل أسيس من فضلك. واضح السؤال أسيس؟ أنا عم تسمعي؟ نعم عم تفضل، عم بسمعك. تفضل أسيس. واو. سمعت السؤال ولا برجع بعيده؟ بليز عيده. أوكي. بأمريكا عندكم تمثال الحرية اللي هو شكله شكل امرأة وتحت رجليها سلاسل مقطعة، قدمت لكم إياه فرنسا هدية بحدود 1800 وسامثينج. فعندكم تمثال الحرية إشارة للاستقلال والحريات، وأمريكا رائدة الحريات، لكن طبعا في حرية الفكر، حرية الرأي، حرية المعتقد، حرية التصرف، حرية الشعوب، لكن أهم حرية وهي حرية التي يجب أن تكون للإنسان في المسيح. فالناس تسعى لكل الحريات لكن لا تسعى للحرية التي في المسيح يسوع ربنا. تفضل. لا، المشكلة عندنا في أمريكا في عندنا حريات كتير، لكن الناس ما بيعرفوا يستخدموها بالخالص بالخالص. عشان هيك هلأ نحن بأبشع وقت ممكن بكل تاريخ أمريكا. لأن عمال ياخذوا الحرية بيستخدموها للجسد. فالكتاب المقدس واضح من هذه الناحية، ونحن عمال نعمل تماما مثل ما بيقول الكتاب المقدس، ناخذ الحرية بعدين بدنا نعمل مثل ما نحن بدنا. بقى القضية بس نعمل هيك في مشاكل كثير كبيرة، وهلا أمريكا طبعا فيها مشاكل كثير بخصوص هذه الحرية. القضية الحرية العالمية حرية زائلة، حرية ناقصة، مهما تحررت بتضمك ناقص. ليش؟
لأن أهم شيء بالحرية هو أبديتك. إذا أنت حر حتى تطلع على الأبدية وتتنعم بالأبدية ساعتها أنت حر. لكن بضم الخوف، أنا بعرف أشخاص كتير يعني ملحدين بيقول لك أنا ما بأمن بالله، لكن واحد خبرني بس يروح على البيت وينام ويروح ويسكر الأضواء بيكون يعني خايف جدا جدا. وين الحرية؟ مع أنه بيقول أنا حر، أنا بعمل اللي بدي، أنا ما بأمن بالله، أنا حر. بعدين بس يروح على 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 على, على بيته ويكون لوحده بالعتمي، ساعتها يعني مثل ما بيقولوا إجريه وإيديه بيصيروا يرشوا وما بيعرف حاله شو بده يعمل. الحرية العالمية ما بتعطي الشبع الكامل للقلب، مش ممكن. وبعدين عندنا حرية هون، بس شو الحرية؟ الحرية اللي عم نعملها هلا مش بس عم بتسبب هيك، عم بتسبب إشياء كتير جنسيا ماليا من كل النواحي، عم بتسبب مشاكل كتير. صحيح بدنا حرية، بس إذا الحرية ما عندها حدود معناته نحن صرنا مشلطين بالخالص بالخالص. وعشان هيك إلهنا صحيح أعطانا حرية لكن أعطانا أيضا حدود. عشان هيك بقول من آمن بي، عشان هيك بقول أنا وضعت أمامك الحياة والموت، الحياة والموت، اللعنة والبركة. لكن الله ما ترك الإنسان حتى هو يتخبط بمشاكله، قال له أنا بدي أعطيك نصيحة. الله ما بيقدر، الله ما بيجبرنا نعمل شيء، الله بيعطينا نصيحة. اختر الحياة مثل الرب يسوع المسيح عدة مرات بقول من يتبعني فلا يمشي في الظلمة. يعني ما بيجبرنا نتبعه، لكن هيدا نحن شيء بدنا نحن نقرر ونصممه ونعمل القرار الأخير ونتبعه. أمين أمين. هيدا الحرية. أشكرك جدا أسيس. الحرية أعطانا الحرية نحن نتصمم لنفسنا. أمين أمين. أشكرك جدا أسيس، ابقى معنا من فضلك. رح ناخد ترنيمة طبعا بعد قليل ونتابع مع حضرتك بعد قليل، من فضلك ابقى معنا. بتحب تعلق التعليق اللي سألته إياه قبل ما نروح على الترنيمة؟ أقول تعليق سريع أسيزون. نعم. أحب أكلمك عن تمثال الحرية حضرتك ذكرته. نعم. أحب أكلمك عن صليب الحرية. أمين. الحرية الحقيقية التي في الرب يسوع المسيح. تمثال الحرية موجود على مدخل مدينة نيويورك، عبارة عن امرأة ورفع ايديها ماسكة شعلة وعلى رأسها تاج وتحت رجليها كأنها بتخطو خطوة كده هو وسلاسل مفككة. كان فرنسا اهدته، كان واحد فنان في فرنسا اسمه فريدريك اوجستيه بارتولدي من فرنسا، كان صنعه في ورش فرنسا واهداه لامريكا سنة 1884 علشان استقلال امريكا. لكن احب اقول لحضرتك على صليب الحرية. ده تمثال الحرية اللي في امريكا ده رمز للحرية العالمية الوهمية. لكن في صليب الحرية دوة اساس الحرية المسيحية الحقيقية. ازاي؟ طيب لو قطعتك اتفضل. هو من حق الشعوب تحط تمثال كشعار، بالتأكيد. ونحن من نادي بالاستقلال وحرية الشعوب، وهذا أمر مهم جدا لأنه الله لا يريد أنه أحد يستعبد أحد. نحن ما عندناش مشكلة، أحسن ربما البعض يفكر كأنه نحن نحتج على الأشياء لا بالعكس، عيد الاستقلال فرح للأمة، عيد الحريات شيء حلو، بس نحن بدنا نركز على الحرية الروحية الحقيقية. تفضل. زي بالضبط كان اليهود بيتكلموا على الحرية من الاستعمار الروماني، والرب بيتكلم على الحرية من الخطية. الرب يباركك. فإحنا بنتكلم في الحلقة دي مش عن الحرية من الاستعمار، لا، إحنا بنتكلم على الحرية المسيحية الحقيقية. ممكن إنسان مؤمن يكون تحت عبودية خطية معينة. ممكن إنسان خاطئ، الإنسان الخاطئ مستعبد إلى إبليس وأبو إبليس ورايح مع إبليس في جهنم. تمثال الحرية تصنع في ورش فرنسا، بس مشروع الفداء وصليب الحرية، الحرية المسيحية الحقيقية، مش تصنع في ورش فرنسا ولا تصنع في أمريكا. ده مشروع الفداء كان في فكر الله وكنا على قلبه منذ الأزل. الذي قدم نفسه لله بروح أزلي. ده مشروع أبدي أزلي. نعم. أي أن الله كان مصالحا العالم لنفسه وبنفسه، غير حاسب لهم
خطاياهم. فرنسا كانت بتعمل صداقة مع أمريكا، كانت سياسة، لكن مشروع الفداء مش سياسة بيننا وبين الله، ده مشروع الفداء كان محبة أبدية أحببتك لذلك أدمت لك الرحمة. كانت هدية ما بين فرنسا وأمريكا، لكن ده الرب مش ادانا هدية، ده ادانا عطية العطايا الرب يسوع المسيح، اداني أعظم هدية، الخلاص الأبدي. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم، وأنا أريحكم. من يؤمن بالابن له حياة أبدية، وعود يقينية. مفيش دين في العالم، مفيش كتاب في العالم يديك اليقين الحياة الأبدية إلا الرب يسوع المسيح. أمين أمين, أمين. أشكرك جدا. التعليق الأخير قبل ما حتى أخذ الموافقة من المخرج أنه نلعب ترنيمة، في ترنيمة بنلعبها حررني يسوع. أمين. صليت أنه يا رب شو ممكن يكون موضوع يكون مناسب. فالرب هداني على ثلاث مرنمين، الأخت ليدا شديد والأخ عيسى كعبر والأخ فارس أبو فرحة، عم بيرنموا بكنيسة واشنطن بمؤتمر الظاهر. ترنيمة حلوة كتير، حررني يسوع. صدقني إذا ما حررك يسوع المسيح، أنا بعرف من نفسي أنا عايش كنت بعبودية الخطايا المتنوعة، عايش بعبودية خطايا متنوعة، عايش بالعالم، بس قبلت المسيح وتبت إليه، صدقني غيرني. مش أنا عم شد على حالي حتى ما أخطئ، المسيح عم بيساعدني حتى أعيش في حياة القداسة والبر، لأني قلت له أنت المخلص، إذا ما خلصني رح ضل غرقان بالخطايا. تفضل أسيس. شكرا أسيس جون. الدكتور صفوت فكرني بشعب إسرائيل بعد ما خرجوا من، أو نفس الفكرة، شعب إسرائيل بعد ما خرجوا من أرض مصر اتحرروا تحرر جسدي أو تحرر سياسي من أرض مصر، لكن لسه قلوبهم لسه ما زالت في العبودية. عجيبة بالفعل، لما نقرأ في سفر الخروج يا دوبك خرجوا من أرض مصر بعد أصحاح 15 لما عطشوا صرخوا، يا دوبك بعد ما عبروا البحر الأحمر يعني ورنموا الترنيمة في أصحاح 17 بإصحاح 17 كان ضربوا من الصخرة موسى وعطاهم ماء. بإصحاح 15 كان في كانوا في في إيليم في في مارة، وبعد في كده في مارة وعبروا بعدين على إيليم، راحوا إيليم وبعدين ضرب الصخرة. لكن اللي عايز أقوله في البداية قبل ما الرب يديهم مية، تزمروا على موسى وقالوا احنا انت اخرجتنا من ارض مصر علشان نموت احنا واولادنا بالعطش في البرية، هو مفيش قبور، احنا تذكرنا في ارض مصر قدور اللحم، ما كانوش شكله البصل والكرات لكن شوف يعني القلب لسه ما زال في العبودية. وبعد شوية كمان بعد ما موسى لما صعد موسى صعد ياخد الى الجبل ياخد الوصايا من الله، صنعوا عجل بإيديهم وعبدوه وقالوا هذه آلهتك يا إسرائيل التي أخرجتك من أرض مصر. أمال فتح البحر الأحمر، شق البحر الأحمر اللي انتوا شفتوه بعينيكم حلا نسيتوه؟ لسه قلوبهم في العبودية. اللي عايز ألفت النظر ليه أسيس جون، إن مفيش حد قدر يقول إن حرركم عن نفسه الإبن فبالحقيقة تكونون أحرار. كل الأنبياء لغاية يوحنا المعمدان كلهم، كل أنبياء الله القديسين وحتى الرسل بعد المسيح، رسل المسيح الأطهار، ما فيش واحد فيهم قدر يقول أنا أحرركم. لكن الرب يسوع المسيح لكل المجد يقول إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرار، يقول لهم وتعرفون الحق والله والحق يحرركم. يعني ايه الحق؟ الحق غير الصدق. الصدق ممكن حضرتك تقول كلام الصدق، الصدق عكس الكذب. فممكن الانسان يقول كلام الصدق ومطلوب والمفروض كل المؤمنين دائما يقولون كلام الصدق، لكن الرب يسوع المسيح يقول حتى يبدأ الكلام هنا الحق الحق اقول لكم ان حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرار وتعرفون الحق والحق يحرركم. الحق هو لا يخرج إلا من فم الله، لأن الله هو الحق فكلامه هو الحق، والرب يسوع المسيح هو الحق لأنه كلمة الله المتجسد، فهو المحرر الوحيد.
ولا يوجد دين ولا يوجد كتاب ولا يوجد شخص يستطيع أن يهب الحرية ويستطيع أن يهب الراحة إلا شخص ربنا يسوع المسيح، لأنه الله المتجسد الذي هو الحق ويقول الحق كل الحق. آمين. ربي باكك، ربي باكك. عندي أحبائي، بس قبل ما أطلع على الترنيمة عندي تعليقات بنعمة الرب. التعليق واحد منهم بيقول، طبعا في عندي كتير تعليقات بس رح اختار أنا الأشياء اللي بتفيدنا بالحلقة. في الأخت عم تسأل، الأخت جميلة بتقول إنه هل يجوز إنه نقدر أو نعلم إنه المؤمن ممكن يسقط بضعف ويبقى في مستنقع الخطية وهو مخلص والمسيح حرره، ونحن حلقة اليوم إن حرركم الإبن أي المسيح فبالحقيقة تكونوا أحرار. فكيف ممكن نحن إنه نقول للناس طب أنت المسيح حررك والمسيح خلصك وأنت صرت مخلص، وهذا الشخص يقول أنا مخلص وبعد شوية تشوفه عايش بالشر والخطية، هل هذا يجوز؟ هل هذا منطق؟ الكتاب المقدس بحسب غلاطيا الإصحاح السادس بيقول الوحي المقدس للمؤمنين المسؤولين بالكنيسة، بيقول فاصلحوا، بيقول إذا أخذ أحد منكم بزلة ما فاصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة. يعني ممكن يسقط واحد مؤمن، يسقط ممكن يضعف. فاصلحوا أنتم الروحانيين بروح مثل هذا بروح الوداعة. وبيقول الوحي للشخص المسؤول الراعي والشيخ بالكنيسة بيقول له ناظرا إلى نفسك لئلا تجرب أنت أيضا. يعني ممكن يعني يتجرب الإنسان المؤمن حتى لو كان شيخ وأسيس، ممكن يتجرب، ممكن يؤخذ بزلة، ممكن يخدع. بس الكتاب بيقول إن سقطت أقوم. يعني حتى وإن تعرض المؤمن لزلة ما لكنه لا يبقى في مستنقع الخطية والشر. تعليقاتكم بسرعة على المخرج بعد ما قال لي جو أهد. أضيف بسرعة تعليق صغير. نعم. كلام الأسيس في إسكندر كلام بصراحة رائع جدا. نعم. بس مش رح نطول، رح ناخد ترنيمة على طول دقيقة. نعم. واحدة السجون. نعم. الشعب إسرائيل إشارة إلى كل مؤمن خرج من أرض مصر من العالم من تحت قبضة فرعون، إشارة للشيطان، وافتدي بالدم، ارى الدم واعبر عنكم. دم الذبيحه، دم الذبيحه، ذبيحه المسيح. نعم. اللي هو خروف الفصح في خروج 12. نعم. لكن لم يخرجوا من ذاتهم. كل مؤمن خلص بدم المسيح خرج من العالم، لكن اهم عدو للمؤمن هو ذاته، هو انا. هو اللي داخله. فعشان كده كانوا بيسقطوا، تذمروا على الرب. وفي افسس نفسهم، في افسس 4، افسس دي احلى كنيسه، يقول ايه فاصح 4، اطرحوا عنكم الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه، بيقول لا تخرج كلمه رديه من افواهكم ولا تحزنوا روح الله، ليرفع من بينكم كل مراره وسخط وغضب وصياح وتجديف مع كل خبث. ده بيكلم مؤمنين ولا خطاه؟ بيكلم مؤمنين ما خرجوش من ذاتهم. يس. مؤمنين لسه عايشين في ذاتهم وفي العالم. والشخصيه بتاعتهم والبيئة المحيطة بيهم. المؤمن محتاج يموت عن ذاته. نعم. زي ما المسيح مات عنه، يقول مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا مش موجود، بل المسيح يحيا فيا. فما أحياه الآن في الجسد إنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. طبعا أحبائي رح ناخد ترنيمة بنعمة الرب يسوع، ترنيمة رائعة جدا بتناسب الموضوع. حررني يسوع، المسيح حررنا. والشخص اللي تحرر في المسيح بتلاقيه فرحان ومنتصر، بتلاقيه بحب الآخر، بيصلي للناس، حتى الناس اللي بيضايقونا بنصلي لهم. ممكن يسألونا الناس بتقدر تصلي لعدوك؟ قبل الإيمان كنت أكره أبوه، بس لما الرب يخلصك بصير تقدر تصلي وتقول له يا رب ارحمه وخلص نفسه، لأنه لا يعلم ماذا يفعل مع أنه عارف شو عم يعمل، بس الشيطان مأيده فعم يتصرف بطبيعة الشيطان. رح ناخد ترنيمة أحبائي ونعود إليكم بعد قليل، ابقوا معنا. سنين وضاعت في عنادي، أنا اللي ضليت في الوادي، سنين وضاعت
فعنادي يسوع سمعني وانا بنادي حررني يسوع حررني يسوع حررني يسوع من عبودي من ابليس انشد نشيد الحرية يلا مع بعض انشد حررني يسوع يلا بابا حررني يسوع حررني يسوع من عبودية إبليس حررني يسوع ده هو وحده محبوبي مات ومحا حررني يسوع حررني يسوع من عبودية إبليس حررني يسوع حيث خاطي أحياني بآمي واطي وعلاني ملك وكاهن خلاني حررني يسوع حررني يسوع حررني يسوع من عبودية إبليس حررني ومصروفي شاف الجرح لمس خوفي حس بكسر وبصروفي شاف الجرح لمس خوفي أنا هحكي وسقف بكفوفي حررني يسوع يلا بعيد قرب مني شافني واحد قام طمني كنت بعيد قرب مني شافني واحد قام طمني عمري ما حاجة ما تتعبني حررني يسوع من عبودية إبليس حررني يسوع ما في شيء يشغل بالي أبدا رب مدبر أحوالي عزمي على السما طوالي حررني يسوع حررني يسوع لا شمس وقمر ما يصيبوني لا ليل ولا خطر ما يأذوني شمس وقمر ما يصيبوني ليل
مشكل وخطر ما يأذوني، عنده ملايكة بيحموني. حررني يسوع، حررني يسوع، حررني يسوع من عبودية إبليس، حررني يسوع. يلا مع بعض أعيش حياتي. جديد أحبائي، بعد الفاصل برحب فيكم ببرنامج أكثر من رأي، وعنوان الحلقة اليوم إن حرركم الإبن أي المسيح فبالحقيقة تكونون أحرار. الآن نحن نبث بث مباشر من سيدني أستراليا. إذا لاحظتوا أنه ابتدينا اليوم بسيدني قبل بساعة من العادي، اليوم ابتدينا الساعة 2 بعد الظهر مش 3 بعد الظهر، لأنه بأمريكا غيروا التوقيت بتاعهم، فنحن بنبتدي دائما مرتبطين بتوقيت أمريكا الساعة 8 مساء. عندنا بيكون يوم ثلاثاء، بس عندهم يوم الاثنين المساء الساعة 8 مساء. فمن أجل ذلك نحن نبث الآن بث مباشر على الأقمار الاصطناعية 13 من قناة الكرمة. الرب يبارك قناة الكرمة، ونشكر رب لأجل هالفرص اللي عم بتكون متاحة لنا حتى نقدم التعليم الصحيح والناس كلها تسمع. بس بصلي من قلبي انه الناس تسمع وتستفيد. ودالي شخص قريب لإلي مقطع صغير من احد البرامج العالمية على تلفزيون عالمي، وكان في حوار بين رجال دين واشخاص، يعني كل واحد من دين، بس صدقني عم بحضرها هي كلها على بعضها 6-7 دقائق زي حوار الطرشان. هيدا بيحكي من جهة وهيدا بيهاجم وصراخ. الدنيا كلها مش بالصراخ، لا صراخ ولا ضربني وبضربك ولا منشوف مين بيربح. الكتاب يقول إن حرركم المسيح فبالحقيقة تكونون أحرار. عجبك أمين، ما عجبك الله يباركك، خليك بوقتك، خليك بحالك، بس اعلم شيء إنه مش هتبقى حر وحرية حقيقية روحية من الخطية ومن الشيطان إلا في المسيح. بتقلي طب أنا مش مقتنع، بقول لك بس حتى ترحم نفسك اسمع بقلبك وبضميرك، ما تسمعش من 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 وجهة نظر انك انت انسان ربما مسلم ربما بوذي ربما حتى لو كنت مسيحي. اسمع بقلبك وضميرك وقول لله، يا الله هل في حل اخر الا بهذا الشخص المخلص اللي اسمه يسوع المسيح؟ كون صادق، وهيدا حق الفيتو بايد الله. نحن احرار، بس الله من محبته شو بيعمل؟ بيحاول يساعدنا من وراء الستار ويكلمنا ويجيبنا وياخدنا كذا حتى نتوب ونتعرف على المخلص، لأنه نحن بدون المخلص يسوع المسيح فاشلين وهالكين. أنا برحب طبعا من جديد بالدكتور صفوت سليمان، الرب يباركك دكتور، وبرحب بالأسيس الفاضل أيضا الأسيس في إسكندر، وبرحب أيضا بالأسيس وينستون ريتشارد وينستون مزاكس على الهواء معنا من أمريكا على سكايب. أسيس وينستون معنا بعدك؟ الساعة متأخرة عندك، سوري نحن يعني يمكن حضرتك بتنام بكير، بس اليوم نحن سهرناك. الرب يباركك. أنا بنمشى بالساعة واحدة. طيب very good، ريحتني، نشكر رب يسوع المسيح. في طبعا أمور كتير صارت وتعليقات كتير، بتحب تعلق تعليق قبل ما نوجه السؤال الأخير لحضرتك ونودعك بنعمة الرب؟ أو no, ربما okay. يمكن ما نودعكش بعد شوي، إلا إذا بدك تبقى معنا شوي نطول عليك شوي. No problem. مش مشكلة. اوكي بتحب اي، لانه صار في اشياء كثير على يعني استهلكنا اشياء كثير بالسؤال هي. طيب بدي احكي انا مع حضرتك اذا كان في مجال، بدنا نحكي عن الحريه الوهميه الكاذبه في العالم. ابليس بيقدم على مائده الحياه حريات كاذبه وبيقولوا للانسان انت فيك تكون حر، ولشو الله بيقول لك ما تزني؟ يعني هو ربنا حط فينا الاحتياجات الجنسيه وبيقول لنا ما تزني، ربنا بيحطنا بكل مقلب بوضع صعب وبيقلنا ما تكذب، ولكن إبليس بيقلك يا أخي كون حر، عيش حر وما تسأل وقطع الربط والقيود. فإبليس ووعوده وحتى عقائد كثيرة كاذبة بتسمح لك بالكذب وبتسمح لك بالزنا وبتسمح لك بالقتل تحت مسميات متنوعة، بس كلها أنه أنت حر وأنت أنت أنت. بتحب تاخد هالناحية هيدي من فضلك أو موضوع آخر إذا بتريد؟ well.
I don't mind. أوكي تفضل. على فكرة إذا بتطلع على شباب الجامعات في هذه الأيامات، نعم، بتلاقي حياتهم الاجتماعية وسخة جدا. وسخة باللبناني، وسخة وسخة باللبناني يعني نجسي جدا، لأنه أنا مرة كنت عم بوعظ بمصر وقلت لهم ده واحد وسخ جمدوا كلهم. أنا فهمت إنه دي كلمة مش حلوة، قلت لهم يعني هو قصدي نجس فارتاحوا. تفضل. يا نجس. نعم. تعبانين جدا. نعم. وبقولوا نحن هيدا حر نحن أحرار نعمل اللي بدنا إياه. صحيح أنت حر. لكن ما أنت حر إنك تعمل أشياء اللي معقول يكون عندها تبعات مشيني أو تبعات ما كنتش متوقعها. لأن كتار هلأ من الشباب بيطلعوا مع بنات بعدين من بعد ما تقريبا يتجوزها بيتركها لوحدة تاني. شو هالحرية هيدي؟ هيدي حرية؟ هيدي مش حرية، هيدي وساخة صار، يعني نجس. نعم يعني خاصة مع شباب الجامعات هيدي الأيامات. كلمة حرية ما إلى معنى بالخالص بالخالص أي معنى حقيقي، كلها إشياء وسخة، كل أشياء نجسي. عشان هيك بظن نحن يعني يا ريتنا بنتكلم مع الشباب الجامعة حتى نفرجيهم هيدي مش تروح حرية. الحرية مش إنك أنت تعيش حياة الجنسية النجسي وبعدين معقولة في تبعات تجيب ابن وبعدين بتتركه وبعدين الامرأة بتتعلق بالولد اللي جابته على الأرض بدون مساعدة الرجال. يعني هيدي حرية؟ من وين هيدي حرية؟ هيدي مشاكل إلى أول ما إلى آخر. هيدي يعني disasters، مصيبة بتصير. الحرية اليوم هي مصيبة بالنسبة للشباب. أمين أمين. طيب أشكرك جدا، ابقى معنا حتى ناخد منك التعليق الأخير حضرة القسيس. وبرجع بذكر أحبائي خاصة المصريين، لما بنقول نحن باللبناني هيدا واحد وسخ يعني هيدا واحد نجس. فيعني اللغة طبعا عذرونا شوية، في عندكم كلمات عندنا نحن شوي صعبة وعندنا كلمات بتصير عندكم صعبة، بس هذا تضارب اللغات. ربي يبارككم. دكتور، في الأخت أمجاد بتقول الرب يباركك يا أسيس جون ويستخدمك بقوة ومسحة جديدة مضاعفة. عنوان جميل اللي هو إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرار. طبعا أحرارا من الطقوس والشكليات والمظاهر والملابس الخليعة. عندكم كلمة الخليعة، نحن عندنا الملابس الوقحة يعني. ايه. حتى في الكنائس عم تحكي عن الملابس وعدم القداسة. ولنتحرر من عبودية إبليس وأفكاره ومن السلوك السيء، وكثيرون لهم صورة التقوى لكنهم منكرون قوتها. ياريت نتحرر من هذه الأمور ونوجه الاهتمام أو يعني نحكي مع الأخوات أنه كيف يلبسوا باحترام، تكون يعني ملابسهم ملابس حشمة ووقار أمام الرب. طبعا أحبائي، أنا قبل ما يتكلم الدكتور صفوت، مش بس الأخوات يعني حتى الأخوة، كل واحد منا لازم يكون في عنده يعني حشمة بلباسه، وقار. يعني كل مجتمع، قبل ما أسلم الدكتور لأنه يمكن الدكتور ما يجيبها بس أنا هيدا على قلبي، كل مجتمع عنده ستاندرد، عنده مستوى من اللباس. يعني مثلا بإفريقيا بتشوف الأمرأة أحيان كلها شبه عريانة وبترضع ولدها وما حدا بيقول لها شيء. بمجتمعات تانية بتبقى المرأة ملفلة، في الأمرأة ملفلة في على الخالص. في مجتمعات خلي كل واحد عايش بمجتمعه يكون على مستوى الحشمة والوقار بحسب مجتمعه. تفضل. أنا بصراحة ما فهمت يعني عم نحكي عن الحرية نحن. أمين. بس مش إنه مش حرية to abuse freedom، يعني مش حرية وهمية نخدع فيها حالنا ونعثر الآخرين. أنا بصراحة أحب المجتمع الكتابي. نعم. الكلام اللي بيقوله الكتاب، يسوع المسيح هو أمس واليوم وإلى الأبد. نعم. وكلامه يمشي فوق دماغنا وفوق كل المجتمعات. نعم. لما بطرس الرسول بيقول في بطرس الأولى 3:3 بيقول، بيوجه كلامه للنساء لأن عارف بروح القدس في المستقبل رايح يحصل إيه في كنائسنا. فبيقول لا تكن زينتكن الزينة الخارجية من ضفر الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب، اللي هي الثياب اللي حضرتك ذكرتها، بل إنسان القلب الخفي في العديمة الفساد زينة الروح الوديع الهادئ الذي هو قدام الله كثير الثمن. نعم.
اروع كلام. الزينه زينه الروح الوديع الهادي والحشمه والوقار. طبعا في نسبه معينه بحسب كل مجتمع، في مجتمعات بتقول لك نحن لا نؤمن بهيدي التطرف، وفي ناس عندهم تفاسير، فانا ما بديش كون يعني نحن نكون وهق على الناس، بس انا بقول خلي كل اخت وكل اخ يقراوا الامور اللي فيها تشجيع انه قديش فينا نكون نحن بلا عثره، وما نضغطش على الناس وعلى المؤمنات والمؤمنين، لانه في محلات بيقول لك ممنوع تحط شغله معينه، محلات ثانيه بيقول لك اتس اوكي، ما بدناش نحن لا انا ما بنحطش قانون السيد السيد جون، لكن ما يعثر اخي ما عملوش. انا بقول خلي كل واحد منا يصلي على ضوء ارشاد الروح القدس ويعيش الحياه التقوى بحسب ما علم الروح القدس بحسب الكتاب. أمين. مش يفتح حسابه. وانا بقول يعني نصيحة الاخت انه الاخوات يكونوا عندهم الحشمة، حتى لو دخل في وسطنا ناس مش مخلصين يشوفوا زينة الكنيسة بالطريقة المحتشمة. طبعا يعني خلينا اقول مثال عملي. مثلا عيب ان الراجل يرخي شعره. في كورنثس، في كورنثس الاولى. عيب ان الراجل يرخي شعره، والمرأة المفروض ترخي شعرها وغطاء الرأس في الكنيسة. لكن لما تلاقي كنيسة طبعا هاي كل كنيسة عم تفسر بحسب حتى ما ندخلش بالأمور العقائدية. أنا مش عقائدية، نحن عنا بالكنيسة بيغطوا رأسهم. أمين. بس في كنائس ما بيغطوا رأسهم، ما بدناش نحن ندين هودي ونمدح هودي بمعنى نقول الكنيسة عندها تفاسيرها، دي امور ناس بيقول لك دي اذا كانت مش متزوجه ودي اذا كانت متزوجه ودي بحسب كنيسه كورنثوس قيلت. فخلينا نقول انه نحن حتى ما ندين الناس، لان ده موضوع خطير، خطير وخاصه على شاشه التلفزيون. انا بقول خلي كل معتقدات الكنائس داخل جدرانها وحر كل كنيسه شو ترتاح، بس اهم شيء نحن يكون عندنا مستوى معين من لباس الحشمه والحياة السلوكية. أمين. المقدسة، حتى الناس تشوفنا من الخارج ويقولوا فعلا جماعة محتشمين جماعة محترمين وهكذا. أمين. 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 أسيس بدي أقرأ قراءة صغيرة من رومي 6:12 بتحكي عن التحرر من سلطة الخطية، وهيدا أمر مهم جدا أنه نحن كمؤمنين يعني نعيش بهيدا المستوى، ونقول للناس اللي مش مخلصين نقول لهم انه انتم محتاجين تاخذوا حرية حقيقية من الخطية ومن الشيطان. برومي 6:12 بيقول الوحي المقدس: اذا لا تملكن الخطية في جسدكم المائت. ليش مائت؟ لانه احنا صرنا اموات عن هذا العالم وعايشين للمسيح. لا تملكن الخطية في جسدكم المائت لكي تطيعوها في شهواته، ولا تقدموا أعضاءكم آلات إثم للخطية، بل قدموا ذواتكم لله كأحياء من الأموات، وأعضاءكم آلات بر لله، فإن الخطية لن تسودكم لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة، نعمة المسيح. ألستم تعلمون أن الذي تقدمون ذواتكم له عبيدا للطاعة أنتم عبيد للذي تطيعونه؟ مين عم تطيع؟ بتطيع الخطية؟ تعمل خطية؟ أنت عبد للشيطان. تعمل بر؟ أنت عبد للرب أو أنت ابن الرب. فإذا أنتم عبيد للذي تطيعونه، إما للخطية للموت أو للطاعة للبر. فشكرا لله أنكم كنتم عبيدا للخطية ولكنكم أطعتم من القلب صورة التعليم، التعليم الصحيح في المسيح التي تسلمتموها، وإذ أعتقتم تحررتم من الخطية صرتم عبيدا للبر. وبالتالي منشوف أنه فعلا ما حدش يقدر يقول أنه لا نحن أحرار وخلقنا أحرار والدنيا كلها حلوة وكل واحد بإرادته. لا، الشخص اللي مش موجود في المسيح ولم يقبل المسيح هو لازال تحت الخطية عبدا. تفضل أسيس. شكرك سجون. هنا الرسول بيقول فشكرا لله في عدد 17، فشكرا لله انكم كنتم عبيدا للخطيه ولكنكم اطعتم من القلب صوره التعليم الصحيح، ودلوقتي اعتقتم من الخطيه. اللي ساعدني على اني اعتق من الخطيه وأنال الحرية الحقة في المسيح يسوع الذي هو الحق إنني أطيع. المهم في الطاعة. لو رجعنا للأصحاح اللي حضرتك قريت منه في الأول اللي هو إنجيل يوحنا
أصحاح 8 عدد 30 و31 بيقول إيه؟ وبينما هو يتكلم بهذا آمن به كثيرون، فقال يسوع لليهود الذين آمنوا به: إنكم إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم. كلمة آمن به في عدد 30 تختلف عن كلمة آمنوا به في عدد 31. أصلا في الحقيقة في اختلاف بين الاثنين. آمن به كثيرون هم مجموعة غير المجموعة الثانية على فكرة. يعني البعض ممكن يقرأ يقول إيه، قال يسوع لليهود الذين آمنوا به إنكم إن ثبتتم في كلامي بالحقيقة تكونون تلاميذ. لا، دول مجموعة غير المجموعة دي. المجموعة الأولانية آمن به كثيرون إيمان حقيقي. آمن به believed in، مش باين على فكرة في الترجمة العربي. هي من أصلا في اليوناني معها حرف الجر، بيستيو أيس، معها حرف الجر، آمن به. لكن في عدد 31 قال يسوع لليهود الذين آمنوا به، كلمة به أصلا في اليوناني مش موجودة، يعني الذين صدقوا. يعني المفروض تترجم الذين صدقوا. الرب يسوع قال الذين صدقوا: إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا أعرف إن المسيح هو محرر، وأصدق يقينا إن المسيح يحررني، لكن إن لم أطع كلامه وأثق فيه وأتكل عليه وأرمي نفسي عليه، أصمم أن أتوب وأتبعه. بالضبط. أصمم على أني ممكن زي ما حضرتك البعض كان بيسأل من شوية، طب إزاي أنا أتحرر؟ طب ما أنا مولود مستعبد، طب ما أنا مستعبد للخطية، طب زي المجنون، طب يعمل إيه في نفسه؟ الرب مش طلب مننا شيء ما نقدرش نعمله. هو قال لي أنا أحررك، أنا أساعدك إنك تقبل النعمة المحررة، أنا أعمل فيك. لو نفتكر مثلا في سفر أعمال الرسل أصحاح 16 ليدية في مدينة فيلبي يقول كانت تسمع، كانت إنسانة متعبدة وكانت تسمع إلى ما يقوله بولس، وبعدين يقول إيه؟ ففتح الرب قلبها لتصغي. تسمع غير تصغي. تصغي يعني لما بتصمم انك تسمع من قلبك. مزبوط. الله ساعتها بيساعدك. مزبوط. لما بالفعل انوي كن عندي الإرادة الحقيقية، انا عايز اتوب يا رب، انا عايز اخلص يا رب، انا عايز اتحرر حقيقي يا رب، لما الرب يشوفني انا بالفعل صادق، الرب يصل الي ويديني النعمة اللي تساعدني على اني بالفعل أتوب توبة حقيقية وأثبت في كلام المسيح، ولما أثبت فيه أصير له تلميذ وأتحرر وتعرفون الحق والحق يحرركم. المهم يكون عندي الرغبة الصادقة. وبالفعل يا أسيس جون، في إحنا بنقول إن في أديان كتير في العالم، في أديان كتير، لكن المسيحية مش دين. المسيحية هي المسيح، والمسيح هو الطريق والحق والحياة، المسيح هو المحرر الوحيد، ما فيش طريق غيره. طب إنه الطريق الصح؟ إنه الطريق الصح؟ إذا رغبت من قلبك أن تعرف المسيح، تعرف الله المعرفة الحقة، إذا رغبت من قلبك أن تتوب توبة حقة، أن رغبت من قلبك أن تنال الحرية وتنال الحياة الأبدية، الله سيصل إليك لأنه بيحبك. زي ما بتقول الترنيمة، عارف الترنيمة البلد الحلوة، تمشي له خطوة يمشي خطوة، تمشي لك اثنين، تمشي البعض يقولها يمشي لك سنين. ما يصدق، زي الابن الضال لما رجع شافه أبوه من بعيد تحنن وركض. الله ينتظر. الله منتظر أي إنسان. زي كرنيليوس في أعمال 10
لما عايز يتعبد هو من قلبه عايز يعرف الله، الله ما سابوش. أرسل له بطرس، أرسل له ملاك وأرسل له بطرس والرب وصل له واداله التوبة الحقيقية والتغيير الحقيقي. آمين. علشان كده الحقيقية. علشان كده دكتور وحيد اللي تكلمت معي من يمكن قبل بشي ساعة، إذا بعدك عم تسمعنا بصلي من كل قلبي إنك تكون فعلا مخلص، وإنت كونك مخلص الله بيساعد الباحثين عن الحق، لأن المسيح له كل المجد، هو يبحث عن الخراف الضالة. إذا شخص كان فعلا مستعد أنه يسمع صوت الرب، الرب يسوع بيقول خرافي تسمع صوتي وتعرفني فتتبعني وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد. إذا عن جد أنت تبحث أنت فإذا خروف والمسيح عم يبحث عنك، لكن إذا أنت كنت مش عم تبحث إلا للتناقضات، أو كتار ناس بيحاولوا يعملوا تناقضات، دي مشكلة كبيرة. عشان هيك قل له يا رب ما تسمح أني أسقط في فخ التناقضات، يا رب أنا عم ببحث عن خلاص نفسي ونوال الحياة الأبدية. الحياة الأبدية لا تأخذها إلا بشخص المسيح، لأنه هو اشتراك من الهلاك والموت. هلأ طبعا يمكن شخص من خلفية غير مسيحية بقول لك هذا كلام كله فالص وطفنيس طفنيس، يا خي أنت خدنا على قد عقلنا، بس قول يا الله هل الحياة الأبدية فقط هي في المسيح؟ وهل الخلاص الأبدي فقط في المسيح؟ وهل مغفرة الخطايا هي فقط بذبيحة المسيح؟ يا أخي أنت بتسمع كثير أشياء، بس أنت دقق بهالموضوع لعلك تستفيد، هو رح تستفيد. قل له يا رب أنا محتاج أعرف هذا الحق، وساعتها تعرفون الحق اللي هو المسيح، والمسيح يحرركم. معنا فادي من أمريكا، أهلا وسهلا أخ فادي، تفضل معنا حضرتك على الهواء. سلام ونعمة لكم جميعا. أهلا 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 بك، ربي باكك. أهلا فيك. من الآب والابن والروح القدس بالأول بدي أحكي. آمين. أنا بدي أحكي لك إشي، أنا طبيعي كيف إحنا فقط، أنا بدي رأيي بالموضوع نفسه اللي بتحكي فيه. نعم تفضل. أنا جاني بنت صار عمرها 8 أشهر وبطلع عليها ما غدت فيها طبيعة آدم الشريرة اللي بنحكي إحنا عنها. والدليل إنه يسوع حكى دع الأطفال يأتون إليه لأن لهم ملكوت السماوات. لهم ملكوت السماوات. حلو. لكن بعدين بسن المراهقة نكتشف عيوب أبائنا والبيئة اللي إحنا فيها، غير إنه الكبرياء وحب الذات والشهوات يحكي رئيسها إبليس ببلش يزرعها فينا، وكل إنسان بمر بسن المراهقة وسن الجهل والكون كله والبشرية كلها من قبل المسيح ولحد اليوم ما في إنسان تكلم بالكلام اللي حكاه يسوع، لدرجة إنه إحنا كلنا الأربعة موجودين هلا، اللي أنتوا الثلاثة وأنا الرابع وكل المتصلين نحكي ونكرر كلام يسوع، لأنه ما في إنسان أو جهة الكرة الأرضية تقدر يحكي زي كلام يسوع ويعلم زيه. إحنا تعلمنا منه. الجاهل عدو نفسه، اللي بعرف كلام يسوع اتحرى. ربي باكك. حلو. يا رب إلى إن نذهب كلام الأبدية عنك. إحنا يعني مستحيل نوصل للجنة، مستحيل نوصل لله غير عن طريق يسوع، مش بس عشان عمل معجزات، لأنه حس كلامه بالمحبة والمحبة اللي علمنا إياها ما في نبي حكى عنها. ما في حدا حكى عن العطاء غير يسوع. آمين. ما حدا حكى عن السلام غير يسوع. مبارك اسم الرب. امين. اشكرك اخ فادي بس مشان الوقت. انا بشكرك اخ فادي بس مشان الوقت. اخ فادي عم تسمعني؟ بس بدي احكي عن اختبار شخص صغير. انا كفادي صابني مرض شخصي، وهذا اللي عرفني على يسوع، وبلشت اطلع حماضيه قديش حسد صغر النفس، قديش كرهت الحياه وكرهت نفسي وعرفت إن الحياة باطلة، لكن الله بوصل لكل واحد بأسلوب معين وطريق معين. بحكي لك إياه إنه إحنا صح ورثنا خطية آدم، لكن ورثناها مش طفولتنا من لم ولدتنا من إحنا الغار. هذا رأيي اللي بدي أحكي لك إياه. آمين. أشكرك جدا. أمين. أشكرك جدا أخي الحبيب، أشكرك جدا، ربي باركك. دكتور مزاكس معنا حضرتك. دكتور مزاكس، اوكي
طيب معنى رسالة أو يعني بالفيسبوك، أنا بشكر رب من أجل الفيسبوك. أنا على فكرة في فايبر ما حدا عم يتصل فيه على الفايبر لأنه شوي متأخر الظاهر، أنا حطيناه مشان مصر نحن، بس مصر الساعة 5 ابتدينا فيها لسه بدري، هلأ صارت بمصر 7:45 صباحا. بس على فكرة البرنامج بيتعاد بحسب مصر الأحد المساء تقريبا الساعة 11 بالليل 11 وربع يمكن، وبينعاد الخميس الظهر في مصر، وطبعا كله بالشرق الاوسط وافريقيا واوروبا بهذا الوقت تقريبا، يعني بحسب توقيت مصر قصدي. وعلى الانترنت، وعلى الانترنت طبعا تقدروا تشوفوا الحلقه لانه بتنزل على الكرمه. ومثل ما قلت المره الماضيه، اذا حضرتك عندك فيسبوك ادخل على صفحه البرنامج اكثر، موجوده على الشاشه بالانجليزي AKTAR اكثر الكرمه تي في، وحطها عندك، عمل لها لايك للصفحه، بتصير صفحه عندك، كل شيء بننزله انت فيك تحضره وتشوفه وتتابعنا، واذا حبيت تطلب منا صلوات او كذا بنقدر نحن بنعمه الرب نتواصل معك. الاخت منى بتقول ما زال الرب واقف على الباب يقرع على قلوبنا، فلا نقصي قلوبنا وعلينا ان نفتح له حتى يدخل ويسكن في قلوبنا ويكون ملكا وربا ومخلصا ويتعشى معنا، أي يكون لنا شركة معه له المجد. وبيقول والشخص حسب إرادته وحريته يفتح الباب للرب أو لا يفتح، بيقدر يختار، فهو الله لا يجبرنا أن نفتح له إجبارا. فالله محبة وهو قدوس، ولا يمكن أن تلتقي الظلمة مع النور، فعندما يؤمن الإنسان بعمل الله يفتح له الباب. شكرا لك دكتور جون، والرب يبارك أحبائك وضيوفنا الكرام، ونشكر رب من أجل تعبكم وخدمتكم. رب يباركك يا أخت منى. طبعا الله لا يجبر أحد، بس أنا بدي أحكي عن نقطة تانية. قبل ما أحكي عن نقطة تانية خليني أقول لك أسيس بركي بتصلي من فضلك. عمار جاني رسالة، عمار عليه ضغط، عنده علاقة جنسية مش يعني نجسة جدا، والرسالة بتقول أنه في أرواح شريرة، جرب ينتحر ومش عميم مش الحال معه. الشخص اللي بعت لي الاسم قال بليز ما تذكروش اسمي. أمين. بالرسالة. فبدنا نصلي انه الرب يحرر عمار ويخلص نفسه ويعطيه نعم يصير انسان جديد مثل ما كان مجنون كوتر الجدريين ممسك بالخطايا. قام الرب يسوع المسيح حرر وخلص وقطع كل القيود، وبعدين اجوا اهل الضيعة شافوه جالسا ولابسا وعاقلا. صدقني، وهذا كلنا نحن كنا فينا هالضربات والرب خلصنا. وفي شخص اسمه فرج بيقول يا بمعناها يا بشر يا ناس صلوا لي انا تعبان، مش عم يقدر يخلص، بيوقع على طول. وشو بعد في كمان بنصلي لاجل هودي. وسؤال قبل ما تصلي السيس او دكتور، في الاخت روز بتقول كيف يستطيع الانسان المقيد ان يطلب التحرير وهو تحت سيطره الشيطان؟ الله بيعطيه قوه لهذا الشخص، الله يعطيه قوه لطلب الخلاص. لو قلبه فعلا زي ما حضرتك قلت للدكتور وحيد، لو قلبه مخلص في طلب الرب، رب يديله قوة لطلب الخلاص، وكمان قوة تمشي معاه وهو ماشي في البرية ضد الخطية. إن رب أعطى الإنسان حرية الاختيار، رب أعطى الإنسان قدرة على اتخاذ القرار، رب أعطى الإنسان قدرة على حياة الانتصار. أول نقطة، الرب أعطى الإنسان حرية الاختيار في تثنية 11:26 قال له انظر تمهل لك تأمل، وحط بعدها نقطة، أنا واضع أمامكم اليوم بركة ولعنة. البركة إذا سمعتم لوصايا الرب إلهكم التي أنا أوصيكم بها اليوم، واللعنة إذا لم تسمعوا لوصايا الرب إلهكم وزغتم عن الطريق. النقطة الثانية، الرب أعطى الإنسان قدرة على اتخاذ القرار. حزقيال 18:21 إذا رجع الشرير عن جميع خطاياه التي فعلها وحفظ كل فرائدي وفعل حقا وعدلا فحياة يحيى، كل معاصيه التي فعلها لا تذكر عليه. هل مسرة أسر بموت الشرير؟ يقول السيد الرب إلا برجوع عن طرقه فيحيى. كمان مش الرب خلصنا وسبنا نجاهد لوحدنا في الدنيا وضد الشيطان وضد الخطية، لا، ده الرب أعطانا قدرة على حياة الانتصار، وهذه القدرة هي قدرته نفسه، نفس القوة التي أقامت الرب يسوع المسيح من الأموات في بطرس الأولى 2:3 كما إن قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضيلة الذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة. ليه؟ عشان نصير شركاء الطبيعة الإلهية. فالإنسان اللي فعلا مخلص وقلبه فعلا مخلص أمام الرب وبيطلب الخلاص بإخلاص
وبامانه امام الرب، الرب مش هيسيبه. طيب بتحب تصلي لاجل عمار وفرج؟ امين. وفي ناس كثير طلبوا، طبعا مش قادر احكي كل الاشياء، في ناس طلبوا انه صلوات لاجل انه ربي مرض مرض وتحرير وغيره. امين. الرب احيانا. وفي الاخت الاخت ايفلين بتقول شكرا للرب الذي افتقد حياتي وسامحني وحررني. نقطة كثير عم تشهد انه الرب يحرر وجعلني ابنته، له المجد والكرامة، مبارك اسم الرب. اتمنى الرب يسوع يكون لكل النفوس ويبارك، وبارك الله فيكم ومن مجد الى مجد. الرب يباركك يا اخت ايفلين، تفضل. رب وعد ارسل المنسحقين في الحرية. في الحرية. الخطية احبائي سحق الناس، والخاطي فعلا بيعاني. الخاطي مسكين، والخطية أزلت الإنسان المسكين وكسرت قلبه وسحقته وأعمته وأفقدته حريته. بس الرب وعد النهاردة بيقول لك أرسل المنسحقين في الحرية. يا رب يسوع المسيح نشكرك بحق لأنك أنت الله الظاهر في الجسد. نشكرك من كل القلب يا رب لأنك غفرت ذنوبنا عن طريق فدائك العجيب. نستطيع أن نتغنى الذي لنا فيه الفداء بدمه وغفران الخطايا حسب غنى نعمتك التي أنعمت بها علينا في المحبوب ربنا يسوع المسيح. يا رب نضع بين إيديك كل الرسائل اللي جات يا رب، إذا كان عمار أو أبونا فرج، يا رب حرر هذه النفوس يا رب، وحرر نفوس آخرين يا رب. أنت كنت بتحرر بالمجموعة بالجميع يا رب، وكل الذين لمسوك نالوا الشفاء. يا رب تستطيع أن تحرر، ترسل روحك القدوس وتحرر من مرض الخطية، المرض العضال الذي ليس له علاج عند البشر. تستطيع يا رب أن تغفر الذنوب، تستطيع يا رب أن تشفي كل الأمراض. ولك مع الآب وروح القدس إلى كل مجد وكرامة، إله واحد إلى الأبد. آمين. آمين آمين آمين. مبارك اسم الرب، مبارك اسم الرب. الدكتور كريم بيقول جواب بديع من حضرتك للدكتور وحيد. الرب يباركك يا دكتور كريم. الأخ ميشيل بيقول الرب يحفظكم، أجمل برنامج، فالحلقات حلوة والبرامج. نشكر الرب. الرب يباركك يا أخ ميشيل. وفي طبعا رسائل أخرى، بس دكتور سوري أسيس عفوا، بدي أتكلم قليلا قبل ما يفوتنا الوقت. يبدو أنه الأسيس ريتشارد فقدناه، بس بدي أتكلم قليلاً أنه نحن بناخذ الحرية في المسيح، صير أحرار. إن حرركم الإبن وأنا اختبرت حضرتك حضرتك، يعني أنا مش عم نكذب، أنا منكذب على الناس بس منكذب على الله؟ حاشا، نحن تحررنا باسم الرب يسوع وعندنا السماء وقلنا حياة أبدية، هللويا. بس الحلو وين؟ أنا تحررت بيسوع المسيح، بس أنا بوضع نفسي بالخدمة كخادم كعبد ليسوع المسيح حتى أخدم الناس اللي لازم تخلص، وأصير شريكا في خدمة الإنجيل، لأن الله إرادته أن جميع الناس يخلصون. فبولس بيقول هالآيات، بدي أقول بعض الآيات طبعا، أو خليني أقول الآية اللي بيقولها الرب يسوع أول شيء، متى 11:28، تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. وبيقول وأحملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم، لأن نيري هين وحملي خفيف. فالمسيح بيقول حط علي، حط عليك نير المسيح. طيب نير المسيح هين. بيقول بولس بكورنثوس الأولى 9:19، بيقول فإني إذ كنت حرا من الجميع، أنا حر، أنا حر في المسيح، استعبدت نفسي للجميع لأربح الأكثرين. بدي أربح الناس للمسيح. شو هالمفهوم هذا؟ هذا فلسفي أو أم شيء تطبيقي؟ تفضل. شكرا. تسمح لي أسيس جون بس أضيف حتة في الأول قبل ما أتكلم في الموضوع ده، علشان أشجع السامعين. أنا ما أنا إنسان، إزاي أتحرر؟ أنا مستعبد للخطية، إزاي أتحرر؟ عايز أذكر الكل إن الرسول بيقول عن كل الناس بلا استثناء إنهم أموات. في رسالة أفسس مثلا، أفسس 2، أنتم الذين بيكلم مؤمنين، أنتم الذين كنتم أموات بالذنوب والخطايا. فالميت يقدر يعمل إيه لنفسه؟ ما يقدرش يعمل حاجة لأنه ميت. كل اللي يقدر يعمله أنه يطلع ريحة عفنة بس. لكن الرب يسوع المسيح هو المحيي. أمين. المحيي. أمين. الرب ما لا يسمى أنه، اسمح لي أقول، لا يسمى مساعد مخلص. بس مش مساعد مخلص ولا اعمل وانا اساعدك انك تخلص.
الرب يسوع المسيح هو المخلص، فالعمل كله في الخاطي علشان يخلص عمل الله من خلال ربنا يسوع المسيح، زي ما بيقول الرسول لكنيسة فيليبي: تمموا خلاصكم بخوف ورعدة، لأن الله هو العامل فيكم أن تريد، العامل فيكم أن تريدوا أن تعملوا من أجل المسرة. أما عن الفكرة اللي حضرتك بتقولها بسرعة، بعد معي 5 دقايق حتى أخلص البرنامج. One minute. تفضل. الرسول بيقول بفخر عن نفسه. نعم. في بداية أغلب رسائله الرسول بولس يقول عن نفسه: بولس عبد ليسوع المسيح. الرب يسوع المسيح لكل المجد أخذ صورة عبد لكي يخدمنا. وبيقول إنه لم يأتي ليخدم، ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين. الرب يسوع المسيح جه بإنا خادم وغسل أرجلنا، فده امتياز لينا، احنا ما نستاهلهوش إننا نخدم لأجل ربح النفوس. قال أحد القديسين: أنا لو كانت وسيلة تربح نفوس إن نقف على دماغي وأضرب بالدف برجلي هعملها، بس عشان الهدف احنا مش بنقتل حد، لكن بننادي بالحب ونضحي بكل شيء ونستعبد أنفسنا لكي نربح النفوس للمسيح. أمين. أشكركم جدا، لأنه طبعا الوقت طار مني. أنا لازم دايما خلص إلا 5، مش على الأد بس. إلا 5. الأخ أيمن معي على التليفون بس مش قادر أخذك يا أخ أيمن، لأنه قلت لك دايما تصل فيي على القليل يعطيني شوية وقت حتى جاوبك. إذا بتحب تسلم علينا وتقول لنا هلو. أمين. ربي باكك أخ أيمن معي. ايوه طيب، بسلم عليك وانا بسلم عليك، احييك على برنامجك القيم. بس باختصار اقل من نص دقيقه، انا اضطربت من القس اللبناني لنظر الحريه وكانها تعني الجنس والطهاره. استاذ العزيز، الحريه انا اعني بها بالدرجه الاولى هي الحريه الكلمه والحريه بالدفاع عن المستضعفين في الارض والحريه في كل شيء. الحريه لا تعني الجنس، لا شك هناك من يذهب كالذباب للقمامه. لا لا لا، هو ما قالش، هو ما قالش الحريه الجنسيه، هو عم بيقول في ناس بيفكروا انه عندهم الحريه انه يعملوا زي ما بدهم، يعيشوا ب زي ما تقول كما يشاؤون. هذا اللي كان الحوار. يمكن انت جيت متاخر، الساعه 4 عندك بفرنسا، فانت يمكن حضرتك ما سمعتش البدايات. كما تخلص الغرب طيب المسيحيه وانطلقوا في العلم والتقدم العلمي، وكلنا اتمنى ان نعيش ربع ما يعيشه الغرب. ربي باكك ويحفظك. امين. ربي باكك اخ ايمن. انا مضطر اني اوقف البرنامج بس لانه لازم احكي كلمتين واختصر. ربي يحفظك اخ ايمن، بترجاك سمعني صوتك قبل بوقت الاسبوع الجاي اذا تاخر الرب يسوع في مجيئه. وامين. امين. طيب احبائي، انا حتى مش قادر سلم على الاسيس ريتشارد، ما بعرف قديش معي حضره المخرج بعد من فضلك. طيب معي 3 دقائق. اسيس ريتشارد اذا معي على الخط من فضلك كلمني دقيقه من فضلك، فيك تحكيني اخر كلمتين؟ طيب اوكي. انا فازن اخر دقيقه دكتور، لانه اخر دقيقه عاوز اقول ان الخاطئ عبد للنجاسه، عبد الخطيه، عبد للناس، عبد للفساد في الكتاب. ولو ما امنش بالرب يسوع المسيح هيبقى عبد للوحش والنبي الكذاب بعد اختطاف الكنيسه في اخر الايام. يعني في اخر الايام. طيب. الوحش اسمه قرن الصغير في دانيال 7، وضد المسيح في تسالونيك الثانيه 3:9 النبي الكذاب. دي بحسب الاعلانات النبويه، ده حسب النبوات طبعا، دي بدها شرح ودي مجلدات كتير. فاذا احبائي وبكل محبه بقولها، في ايه انا حطيتها عندي حتى اقرا لكم اياها بسفر الامثال 26:12. سفر الامثال 26 اصح 26 ايه رقم 12، شو بيقول؟ بيقول: ارايت رجلا حكيما في عيني نفسه، هو مصدق حاله. ها بيقول: الرجاء بالجاهل اكثر من الرجاء به. شو القصد؟ ما نكونش حكماء في عين انفسنا، نقبل حكمة الله التي تجلت لنا في المسيح يسوع. الله عمل تدبير، الكتب النبوءات كلها أعلنت عن مجيء المسيح المخلص، فبترجاك ما تضيع حياتك الأبدية وتذهب إلى جحيم أبدي وتدان بسبب عصيانك وخطاياك. من أجل ذلك في تدبير الله عمله وأعلن عنه في النبوءات والأنبياء قبل ما يجي المسيح بألاف السنين. التدبير هو أنه إن حرركم المسيح فبالحقيقة تكونون أحرار، تتحرر من خطاياك، من عبودية الشيطان، من 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 سلطان الموت،
وبتاخد حياة أبدية في يسوع المسيح. عشان هيك قل له يا رب ارحمني، أنا بقبل ذبيحة المسيح الغافرة للذنوب، بقبل المسيح المخلص الفادي، وبقبل أن يكون المسيح ملك وسيد على حياتي. يا أبانا بصلي باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين، اقبلني كابن وأنا تائب إليك. صدقني إذا بتتوب هيدي التوبة الحقيقية وبتقبل أنك ترجع إلى الله من كل قلبك، صدقني اليوم بترجع إنسان جديد. ساعتها بتتصل فينا يا بالفيسبوك يا بالتليفون يا يا يا، وبتقول فعلا أنا تحررت بيسوع المسيح، ما عاد عندي رغبة بالشر، ربما تؤخذ بزلة بس ما عاد عندك رغبة بالخطية، فرحان في الرب، عندك يقين 100% أنك طالع على السماء بإعلان الروح القدس الذي حل بك، لأن الإنجيل بيقول الروح القدس يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله بحسب رومية 8:16. أنت صرت عندك إعلانات الله، وهذا أمر ما حدا في كسبه، لأن الروح يعلن لنفسك من الداخل. هنيئا لك في المسيح إذا تبت، وإذا ما تبت شو بدي أعمل لك، أنت حر والله خلقك حر. رب معاكم أحبائي، وإلى اللقاء في حلقة جديدة الأسبوع القادم. أنت أن المسيح في مجيئه، الرب معكم. ماذا يعني لك المسيح الذي فصل ميلاده التاريخ؟ هل تعتقد أن زيارة المسيح تركت تأثيرا كبيرا في العالم؟ هل انتهى دور المسيح بعد صعوده إلى السماء؟ برنامج أكثر من رأي، حوارات وآراء هامة